مساء الخير عليكم يا صبايا. مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتونا جدا من امبارح. النهارده الحقيقه حق الرد او الطرف الثاني في قضيه حبيبه الشماع، الله يرحمها. مهنيا كان يجب علينا ان احنا نديهم نفس الوقت، اديناهم مش نفس الوقت، اديناهم اكتر من الوقت. يعني احنا امبارح استضفنا اهل حبيبه لمده ساعه وربع، النهارده احنا معانا الطرف الثاني لمده ساعتين. انا عايزه بس اوضح حاجه قبل ما نروح للتقرير بسرعه جدا، وارجو ان الناس تفهمها. انا مش ضد حد ولا مع حد، متعاطفه جدا جدا قلبا وقالبا مع حبيبه زي اي حد، لان دي شابه توفت، ولكن ده ما يدينيش الحق ابدا ان انا اهاجم الطرف الثاني. ولكن الطرف الثاني بحكم محكمه الان مدان، والمحكمه حكمت عليه بالسجن 15 سنه. فانا دلوقتي لازم لما اتكلم عنه على انه مذنب. خلينا بس نركز ان انا ما اقدرش اقول اصله بريء، لان لغايه النهارده المحكمه مجرماه. الحاجة التانية، في اللقاء اللي جاي أنا يمكن هنفعل شويتين تلاتة لحاجتين. الحاجة الأولانية إن أنا مش بهاجم المتهم أو مش ضد المتهم، أنا مش عجباني القصة اللي بتتقال، مش عجباني، هي ما تدخلش عقل حد. فأنا مش بهاجم المتهم، أنا بهاجم القصة اللي بتتقال. أنا مش بهاجم المتهم، أنا بهاجم القصة اللي بتتقال. ثانيا، ما كانش عاجبني خالص الطريقة اللي بتتكلم بيها زوجة المتهم عن حبيبة خالص. فأنا أسفة إذا كنت هنفعل، ولكن أنا مش ضد المتهم، أنا ضد القصة اللي بتتقال. إن واحد طلع برفان رش على نفسه برفان، ففي واحدة نطت من العربية. مش مطلوب، أنا مش جهة التحقيق عشان أصدق أو ما أصدقش، ولكن احنا بنناقش القضيه اتحكم فيها خلاص واتجرم فيها الراجل، ولكن لسه في استئناف. لكن القصه اللي بتتقال ما تدخلش عقل حد. بس برضو تعالوا نسمع هيتقال ايه، تعالوا نشوف. ما تثقي ولا ما تثقيش، ما يهمناش تثقي ولا ما تثقيش. انا حاسس ان انا متهم مع محمود. على كل التفاصيل، لكن الحقيقه مش كده. هي سجاره اللي شربها وقضيه المخدرات دي. اتاكدت الاول من براءه محمود تماما. هي اول ما انا طلعت ازازه البرفان فتحت العربيه ونطت. ما انا عارفه تبقى كذب اصلا من اولها لاخرها اساسا. هو غلطان ان هو شرب دي على فكره، عشان هي دلوقتي ودته في مشكله تانيه وفي حته تانيه. يعني هو بيشرب مخدرات وجدع. طب وهل من المنطق حضرتك ان هي تنط وداخل على كارتة السويس ما بينها وبين كارتة السويس 50 متر؟ وقلنا ايه ده اللي حصل؟ قامت قايله لي اوبر كان بيخطفني وانا نطيت من العربيه. هي كونت عقيده ان دون شخص اجرامي بيرتب لخطفها. اي خسه بالجد واي عقليه اجراميه تلك التي لا تأبه بما اتته من جرم فحش. سترها 14 مره وجت حبيبه خدت حق الناس كلها. القضيه دي فيها بنسميها من قضايا الغموض اللي مش منطقي خالص. يبقى هي روايته تتجمش مع العقل والمنطق. بجد؟ اه طبعا يا فندم. اللي بيخطف بيبنج قبل الخطف. ايوه بلتزم وبيصلي. في حد بيراعي ربنا يشوف بنت غرقانه في دمها ماشي في الشارع يسيبها ويمشي؟ السنين اللي خدها دي محطوط ظلم، واحنا بره اللي هنتظلم اكتر وهنتبهدل اكتر في الدنيا انا وعيالي. يا ربنا. في اهل قعدوا 23 سنه يربوا في واحده كانوا عايزين يشوفوها في فرحها مش موجوده. اولا طبعا لازم تعرفي ان اللقاء ده يعني انت مش طرف خالص في القصه دي، ويمكن انت ضحيه برضو من الضحايا. لكن انا عشان استضفت الطرف الاول لازم استضيف الطرف الثاني، والطرف الثاني ده مش موجود. انا مش هقدر اسالك على الحادثه لان انت كنتيش موجوده، واكيد انت اول واحده لو في حاجه حصلت غلط مش هتعرفيها.
يعني مفيش زوج هيجي يقول له زوجته؟ لا بس هو بيعرفني على كل حاجه. هيقول لك انا خطفت واحده؟ لا هو ما خطفش واحده. هيقول لك انا حطيت ايدك ايدي على واحده؟ لا لا هو مفيش، هو ما حصلش منه كده طبعا، وانا عمري ما اصدق ان هو يحصل منه. بس هو انت عارفه، بس هو اول ما حصل معاه كده هو كلمني في الموبايل وقال لي على كل حاجه، وما جه البيت حكى لي على كل التفاصيل. يعني عمري اصلا يعني ما سمعت منه اي حاجه وحشه عنه. بس انت هل انت كنت تعلمي ان متقدم 13 شكوى من اوبر منه تحرش؟ لا بس هو ما اصلا ما حصلش كده. طب ما فيش حاجه تثبت ان هو يعني ما فيش محضر بيهم ولا لا في حاجه تثبت؟ في شكاوي متسجله في الشركه. مش بس ما فيش حاجه تثبت ان هو كده. طب ما هو لو كده الشركه هتخلي لا مثلا، يعني بالصدفه الشديده النيابه طلعت الشكاوي كلها بتاعته كده. بس هو والله ما في حاجه منه حصلت كده. طب على الاقل واحده مثلا في كانت لو جوزها بيخونها بتبقى عارفه؟ لا انا متاكده انه ما يعملش كده. ايوه انت متاكده. لكن هو في ست مثلا اللي بعد مثلا ما جوزها يعيش معها 20 سنه وتكتشف ان هو اتجوز عليها وتدخل الست العزه بالبنت، بتبقى متخيله ان عمره ما اتجوز عليها؟ بتبقى متخيله ان عمره ما خانها؟ لا انا واثقه منه ان انا عمري ما اتخيل ان هو ولا حتى 1% انه يعمل كده. بس متاكده ان هو ما فيش يعني ما يحصلش انه يخطف واحده. اصل مثلا لو كان هيخطفها يعني هيسيب موبايلها معاها، وكمان سيب يعني بيبان العربيه برضك مفتوحه، يعني ان مفيش حد يخطف حد يعمل كده، وماشي على خط سيره مظبوط. يعني ايه مفتوحه؟ هيعمل ايه يعني؟ مثلا كان قفل مثلا وسجل العربيه. هو لو قفل وهي برضه لو فتحت؟ بس لا بس مفيش هو طريقه يعني ان هو يقفل. بس هو ماشي برضك على خط بس سيره مظبوط. هو في طريقه ان هو يمشي على 100 وما يرضاش يقف. ما يرضاش يقف ازاي حضرتك؟ يعني هو ما تخيلش ابدا ان هي هتنط وماشي على سرعه 100. بس هو شغال طول عمره يعني في الشغلانه دي ما حسيتش ابدا. 13 شكوى ضده. لا هو ما في، طب ما فيش حاجه، ما فيش حاجه تثبت ان هو مفيش حاجة تثبت يعني ايه؟ انا بكلمك على النيابه. لا ما فيش مثلا حد عامل شكوى بيها، في 13 شكوى مثبوتين في النيابه من الشركه ضده تحرش و وعشان كده عشان يقدم في اوبر تاني قدم ببطاقة مزورة. لا هو البرنامج بتاعه لما وقف ما وقفش عشان خاطر كده، هو البرنامج بتاعه وقف عشان هو كان شغال تابع شركة تانية وما كانش بيستمر في اوبر على طول، كان ساعات بيرفض الرحلات، ده اللي وقف البرنامج. لكن ده اللي اتقالك. ده لكن ما توقفش بسبب ده اللي اتقالك. بس ما توقفش بسبب مش ده كده. ده السبب الحقيقي. لا ده الحقيقة انا حبيبتي اللي قالهولك مش هو اللي مثبت في اوراق رسمية. يعني اللي قالهولك انت بتثقي بجوزك وبتحبيه تمام، لكن الحقيقه مش كده. الحقيقه دي فيها نيابه والقضاء، فيها ورق رسمي لا يمكن يظلموه فيه، في ورق. ما انا بصي الورق حضرتك اللي يعني في 13. طب ماشي ال 13 مثلا شخص اللي قدمه في شكوى. طب وتحليل المخدرات؟ تحليل المخدرات لما هو تعرفيش برضو؟ لا تعرفيه؟ لا عارفه ان هو كان في فرح قبلها بكام يوم، ساعتها هو بيقول لك ما اصلا ما بيشربش اصلا على طول المخدرات، السجاره دي هي سجاره اللي شربها، مش عامه على طول بيشرب، ولا هم زي ما كاتبين مثلا بيحشش كتير ولا كده. انا متاكده وواثقه منه ان هو فعلا مش على طول باستمرار بيشربها، دي كانت سجاره اللي كان شاربها هي اللي خلت التحليل يبين كده. عارفه ان في شكوى من الشكاوي اللي متقدمه ضده في اوبر ان هو دخن سيجاره حشيش ومعاه؟ لا دي ما صدقهاش. ما صدق والله، اساسا ما بيشربش السجاير العاديه. هي مش هي ما بيشربش قضيه دلوقتي. ما انا فاهمه ايه ومش هتصدقيه. فاهمه حضرتك هو اصلا السجاير العامه. احنا في قضيه دلوقتي ان الناس اللي قدمت الشكوى دي من سنه او من 7 شهور ما كانتش تعرف ان النهارده حبيبه هتنط من العربيه عشان يبقى ده مثبت قبل كده. انا بقول لحضرتك ما كانوش يعرفوا ان في تحليل هيتعمل. يعني انت في تحليل اتعمل لجوزك وطلع ايجابي مخدرات ولسه بتقولي اصلا مصدقاه؟ انا مصدقاه لان انا بقول لحضرتك ما بيشربش السيجاره العاديه قدامنا، هيشرب دي قدام حد مثلا راكب معاه؟ لا في على فكره في تجار مخدرات اهلهم ما يعرفوش انهم تجار مخدرات. ماشي بس انا وبيدخلوا الجامع ويصلوا وبيبقى عندهم تجاره تانية خالص. ما اتفرجتيش على فيلم العار؟ دي بقى ناس تانية. انا كلامي اتفرجتي على فيلم العار؟ اتفرجت بس انا بقول لحضرتك ان انا متاكده ان هو مش كده، يعني هو مش بيشرب عامه يعني بس كتير ولا كل يوم ولا كده، ده هي مره اللي كان شربها، وانا عارفه ان هو يعني ان شرب السجاير دي في الفرح كان حكايه حبيبه ديت ان الخطف دي. هو لما بيشربش سجاير عاديه بيشرب ليه سجاره حشيش في الفرح؟ ما بيشربش لا بقول لك بيشرب سجاير عاديه عادي، ما بيشربهاش قدامنا وقدام الاولاد في البيت. يعني مثلا بيخش الاوضه مش بيبقى قدامنا عامه يعني واحنا قاعدين معاه. فايه مثلا ايه يعني بيشرب سجاير عاديه بس مش قدامكم؟ فده مش قدامنا، بيخبي علينا مش قدام حضرتك يعني ان هو يشرب ويدخن والدخان علينا.
انا بقول لحضرتك بيبقى جوه مش اكيد بقى يشربها قدام الناس الغريبه مثلا، مش خوف منه ولا حاجه ان هو بيشربهاش. بقول لحضرتك يعني بيدخنش عشان الدخان قدامنا، هيشرب ازاي قدام؟ ما شفتيش قبل كده ان في ناس مثلا ما بتشربش ولا خمره ولا مخدرات ولا سجاير عاديه قدام اهل بيتها، لكن قدام الناس الغربه عادي؟ لا انا عارفه ان هو ما يعملش كده قدام حد بره برضه. امال ايه؟ امال في الفرح دي استخبى في الحمام هو بيشربها؟ لا مش مستخبي في الحمام، انا بقول لحضرتك ده كان لا يعني في الفرح. لكن دي كان قدام الناس ولا لا؟ شكوى يعني في الفرح كان قدام الناس ولا كان لا؟ كان قدام الناس. انت بتقولي ركبها في العربيه وهو بسالك ايه الفرق بين الفرح والتاكسي؟ بقول لحضرتك ان هو ما يشربش يعني وهو بيسايق، ما بيشربش كده هو سايق. يعني هو سايق حضرتك ولا هيشرب السيجاره اللي هي مقدمه الشكوى دي؟ يعني اللي قدمت التحرش كدابة، واللي قدمت المخدرات كدابة، والخمستاشر سنة اللي اتحكم عليه فيهم برضو مش حقيقة، عشان انتي واثقة في جوزك. انا واثقة منه ايضا ان هو ما يخطفش حد. انا بقول لحضرتك هو معانا كويس وعشتنا كويسة، وان هو ما فيش دليل ان هو كان عايز يخطفها، بعدين هي اللي طلبها مش هو اللي طالبها. هو مشوار عادي زي اي مشوار بيجي له على اوبر يعني طلبته. هي نطت ليه؟ هي ممكن يكون خوف منها بقى، ممكن يكون خوف منها مثلا، يعني خوف من حاجه. لكن هو هي نطت ليه؟ انا بسالك، انا ما كنتش معاهم عشان اقول لك لا ما دي، بس انا بقول لك هو ما فيش اثبات ان هو واثقه في جوزي وكده. انا بقول لك تفتكري يعني انت كده لو انسانه طبيعيه ونطيتي من عربيه تفتكري تنطي ليه وهي ماشيه على 100؟ ما فيش سبب يخليها. بنت عاقله متخرجه من الجامعه الامريكيه، معاها شهاده، بتشتغل، عندها مصنع وعندها ناس تحتيها وعقلة، وكل الناس عارفة انها بنت زي الفل، ومفيش اي حاجة فيها خالص. فتحت العربية على سرعة 100 ونطت منها ليه؟ انا بقول لحضرتك انا متأكدة ان هو ما عملش حاجة. هي بقى ممكن تكون خوف منها زيادة من حاجة هي اللي خليت عمل كده. هو مخافت لما طلع البرفان ورش، هي فكرت ان هو مثلا مخدر او منيم. هو بيرش على نفسه، هو مثلا لو كده رش عليه ليه؟ رش برفان على نفسه؟ هو كان بيقول عشان كنت شارب سجاير وريحة العربية دخان، فانا برش على نفسه. بيشرب سجاير قدام الناس؟ ما كانش معانا. ده كان في العربيه اهو ماشي بيشرب في ما كانش حد معايا، هو كان خارج من عندي. لسه بتقولي ما بيشرب سجاير قدامنا هيشرب وهو سايق؟ مهم بقول لك ثانيه واحده يا فندم، ثانيه واحده يا فندم. بتقولي انا ما بيشرب سجاير في البيت، هو المفروض بيشرب سجاير في العربيه. لو هو مش بيشرب سجاير مش ممكن يشرب سجاير وهو سايق. ده لسه حالا في اللقاء. ماشي ما انا فاهم ان هو سايق دلوقتي بقى طلع البارفان. لا لو لو معاه حد ما بيشربش سجاير وهو سايق، لو معاه حد. لكن هو كان شارب قبل ما هي تركب. ليه؟ ايه الفرق؟ ما هو معهوش حد هيشرب سجاير. ايه الفرق مع حد ولا معهوش؟ هو بيخاف طبعا على شعور الناس اللي هو ما يشربش السجاير قدام حد. هو ما شربش وهي معايا، كان قبل ما تركب هو شارب السيجاره، فحس ان في كتمه في العربيه رش برفان عادي، لكن ما شربش هو معايا. هو جه قال لك كده؟ هو جه قال لك ايه؟ هو اول ما جه قال لي انا كنت حاسس ان العربيه فيها ريحه دخان، فطلعت ازازه البرفان ورشيت على ملابسي. هي اول ما انا طلعت ازازه البرفان فتحت العربيه ونطت، لكن ما حصلش بيني وبينها حاجه. وبعدين كانت معظم الطريق كان بيتكلم مامتها وزميلتها بس، فهي راحت فاتحه الباب وراحت جايه نطه. انا وقفت ما لقيت الدنيا والزحمه وكده، يعني الخوف ساتر عليا، رحت جايه راكب العربيه الثانيه ومشيت. طب بقول لك ايه، اللي بيحس ان العربيه كاتمه بيفتح الشباك ولا بيقفله؟ بيفتح الشباك وعادي، بس هو قال عشان الجو برد. انا قفلت عشان كان الجو برد. حضرتك لسه بتقولي العربيه كاتمه، فانا طلعت وحسيت ان ريحه سجاير فطلعت. فبسالك الدنيا ما بتبقى كاتمه، الواحد بيفتح الشباك ولا بيقفله؟ ما انا بقول لحضرتك عشان هو كان الجو يعني الجو برد، هو كان قافل الازاز وما رش البرفان، بس هي فكرت بقى ان البرفان دوت يعني منوم او حاجه. يعني هو ده ما كانش بيشرب سجاير وهو سايق، بقى بيشرب سجاير وهو سايق. يا مدام مهام بقول لك وهو مع الزباين ما بيشربش سجاير. يعني هو دلوقتي لما هي كان شاربها قبل، يعني دلوقتي هو لما طلب للرحله دي كان عارف انه رايح لرحله صح؟ اه. ولا ما كانش عارف؟ عارف. وعارف انه كان بيشرب سجاير؟ اه عارف. صح؟ ما رشش البرفان وروق نفسه كده وبتاع قبل ما يوصل للرحله ماشي ليه؟ ماشي هو عادي وطبيعته بيرش عادي وهو راكب. هي بقى يعني انت شايفه انه طبيعي ان حد يبقى سايق عربيه فجاه يرش برفان قدام الزبون؟ عادي. ما هو عادي شفتيها قبل كده دي؟ عادي بشوفها كتير. يا فهي يعني ما يرش برفان وهو رش حاجه الكلام ده لو رش عليها هي مثلا؟ لا انت شايفه ان انا بقى قاعده ورا كده عادي؟ انا فراجل يرش برفان؟ انا عادي لو مش لا هيخنقها ليه؟ هو بيرش عليها هي وبيرش على حد بيرش؟ انت ممكن ترش برفان قدام حد؟ عادي. هو انا برش حاجه غلط؟ انا برفان عادي.
مش صح يعني ان حد يبقى راكب عربيه يرش بارفان؟ عادي برش على نفسي، انا ما رشتش على اللي قاعد ورا، انا برش على هدومي. ليه مش في عربيه واحده؟ ماشي، هو انا في عربيه واحده، انا ما رش عليا، هو انا دورت ورشيت عليها، انا رش على نفسي انا برفان عادي. هي بقى افتكرت ان هو منوم، هي بقى حاجه يعني راحت فتح الباب ونطت. هو يعني هو ما كانش في حاجه خالص، كان بيكلمها كويس والدنيا كانت ماشيه. ايوه عادي، وقال لي وقالت لي وطي الكاسيت ووطيته، وهو راح طلع بارفان رشش على نفسه، فهي على سرعه 100 فتحت الباب وخلاص. واو بجد انت مصدقه؟ ايوه مصدقه. من غير حتى ما تقول له اقف؟ لا، بيقول ما قالتش اقف، قالت لا، قالت ما قالت ليش اقف ولا حاجه. انا اول ما طلعت الازازه ورشيت، هي راحت فتحت الباب ونطت. انت مصدقه؟ مدركة في دمائها على اثر فعاله، ثم ذهب الى بيته واشعل سيجاره من مخدر الحشيش. فاي خسه تلك، واي عقليه اجراميه تلك التي لا تعبه بما اتته من جرم فاحش؟ السيد الرئيس، حضر السرد القضاة الاجانب، حملت الى حضراتكم رساله حروفها تنطر دمعا واسفا، رساله مجتمع باسره قالوا فيه نريد ان نطمئن على الاهل والابناء وان يقبض ويقتص لنا ممن اجرم واساء. ايوه مصدقه، لان انا عارفه ان هو ما يعملش حاجه، ومتاكده منه فعلا. انا لو شايفه ان هو وحش مش هكمل، مش هقعد معاه لحد دلوقتي. لو شك من زمان ان هو يعني لاحظت مثلا ان هو عمل حاجه في حد او بيكلم حد وحش او اسلوبه وحش، مش هكمل معاه. لو كان اتعامل معاها بشكل كويس، لو كان اتعامل معاها لا بشكل... اتعامل معاها بشكل كويس. هو ما مش ممكن مش والله مجنونة. العظيم هي هو مش مجنونه. لا انا ما قلتش ان هي مجنونه. طيب. مش كلمه انا ما قلتش. طيب. انا ما قلتش ان هي مجنونه. مفيش حد هينتحر على سرعه 100 عشان في حد بيرش برفان. قسما بالله هو اللي حكاهولي، هو اللي انا قلته هو بالظبط. بس هو مش هو مش لازم يقول الحقيقه. لا لازم يقول الحقيقه. يعني وانا مش عايشه يعني معاه، الناس ولو حصل له حاجه حياتي انا اللي هتضمن. يعني الناس اللي قالت ان هو تحرش قبل كده كدابه، والناس اللي قالت انه شرب مخدرات ده كدابه. طب ما هو اتحرش بحد ما عملتش اللي هو اتحرش بهم دول، ما قدموش شكوى مثلا ليه ولا عملوا قضيه؟ قدموا شكوى ولا ايه؟ ما فيش قضيه معموله. لا ما فيش قضيه، ما قدموش محضر، ما عملوش محضر. طب لما الشركه عارفه كده ما رفضتهوش ليه؟ انا متاكده ان هو بريء، ان هو ما يعملش كده. مش فكره بقى ان انت بتقولي مش هيقول لزوجته الحقيقه، لا انا متاكده، لان هو لو كذب عليا النهارده وحصل مثلا حاجه مش حياتي انا، هتتدمر زي ما اتدمرت دلوقتي كده. مش فاهم يعني حضرتك دلوقتي هو اكيد بيقول على كل حاجه حقيقه، وان يعني انا متاكده منه واثقه منه. حطيت ايدي على لا واحدة. انا متاكده ان هو ما يعملش كده. هو هيقول لك كده؟ هيقول لي لو لا بس يعني هو عمل كده. هيجي يقول لك كده؟ انا متاكده ان هو ما يعملش كده. في راجل في العالم هيعمل كده يروح يقول لمراته انا عملت بس كده؟ بس انا متاكده ان هو اصلا ما يعملش كده، حتى لو هو هيعمل ما مش هيعمل. لا انا متاكده واثقه منه. إيه؟ انا واثقه من هو ما يعملش كده. هو لما حد يمد ايده على مخدرات، يمد ايده تبقى واثقه فيه ازاي؟ واحد عنده 4 عيال صرف مليم في مخدرات، تثق فيه ازاي؟ انا ما قلتلكش ان هو بيشرب مخدرات على طول. لا لا بقولك مد ايده على مخدرات، تثق فيه ازاي؟ واحد بيحط ايده على حاجه يشربها عشان يخدر دماغه، بس المخدرات بتخدره ازاي يعني؟ بتخليه مش حاسس بوعي ولا كده؟ مخدرات اسمها مخدرات. بس هو مخدرات دي مش بتخدر. بيشرب ماشي مش بيشرب حاجه تانية، حاجه يعني في دماغك مخدرات حاجات تانية. لا ما جربتش. انا بقول لحضرتك ان هو كان شارب سجاره في الفرح، اتسمت خلاص مخدرات واتسمت. حضرتك تقدري تشربي سجاره فرح؟ لا ما اقدرش. ليه ما اقدرش؟ ليه ما اعرفش يعني هشربها ليه؟ ليه مش صح؟ مش عادي تشربي سجاره فرح؟ تقدري لو انا جبت ما انا بقول لحضرتك لو انا حياتك دلوقتي جبت لك طبله وقعدنا نفرح وجبت لك سيجاره دلوقتي هتشربيها؟ لا انا بقول لك حضرتك هو غلطان ان هو شرب دي على فكرة. عشان هي على دلوقتي ودته في مشكله تانية وفي حته تانية. يعني هو صادف ان قبل حبيبه بيوم راح فرح شرب سيجاره مخدرات فطلعت في التحليل تاني يوم؟ ماشي ما هو يعني هو كان يعرف ان هو كان تاني يوم هيحصل كده، وكان هي ان هو بسبب يطلع البرفان. لا انت بتتكلمي على انه انسان ملتزم جدا. ايوه ملتزم وبيصلي. مفيش انسان ملتزم بيشرب مخدرات ولا مره ولا نص مره ولا ربع مره، زي ما انت وشك احمر كده لما سالتك ممكن تشرب مخدرات او لا. لا انا بقول لك حضرتك انا مش مفيش حد ملتزم يعني كده. لا هو محترم جدا طبعا، وبقول لك ان انا واثقه فيه ومتاكده منه ان هو ما يعملش كده. ما يعملش ايه بقى؟ من ناحيه الخطف وكده، لكن من ناحيه السجاره دي انا بقول لحضرتك هو كان في فرح، هو ما بيشربش على طول سجاير ولا كده. تعرفي في الاغاني المهرجانات وكده تسمعي عن كلمه مسطول؟ بس الحشيش برضك مش ما خلاهوش مسطول. هو يا حضرتك دلوقتي هو مش بيشربها على طول. شعرفك حضرتك هو مش بيشربها على طول. لا انت شعرفك حضرتك ازاي اذا كان ما خلاهوش مسطول ولا خلاه مسطول؟ ما اكيد يعني الحشيش. تعرفي منين؟
اكيد ما يعني الحشيش ده مش حاجه يعني اكيد جامده ان هي تست للواحد. بجد بتشجعي دلوقتي الناس ان هم يشربوا؟ انا مش بشجع حد، انا بقول لك احنا مغلطين ان هو انا بقول لحضرتك هو غلط. لا لا انا بسالك بقول لك للاخر يعني لو هو دلوقتي شرب مره في سيجاره في حته وخليته مسطول، المسطول ده ما هو ممكن يعمل حاجات مش لطيفه. مش بس هو شرب، هو ما كانش شارب ساعتها عشان انت حضرتك تقولي ان هو الشرب وكان مسطول وكان. ما انت كنت تعرفي انه شارب السيجاره دي في الفرح؟ الفرح اللي هو كان فيه مش بيجي يقول لك على كل حاجه؟ اه كنت تعرفي؟ اعرف ان هو شربها؟ اه كان في فرح قال قبلها بكام وقال لي اللي هو شربها، بس هو طبعا ما يشربش قبل وقعه. انا بسالك سؤال، اه هل كنت تعرفي وقعه سيجاره الفرح دي قبل التحليل؟ بص هو لما قال قسما بالله اول لما قال لي اتخانقت معاه وقلت له ما المفروض ما تشربش الحاجات دي. قال لك امتى؟ قال لي امتى ايه؟ قال لك امتى على السيجاره؟ لما كان في الفرح ولما جه وقال اللي حصل وانا قلت له طبعا ان هو غلط وبغى وبكى. يعني ما قالكيش بعد التحليل؟ بعد التحليل ايه؟ ما طلع من المحكمه من المكان في القسم؟ اه لا ما قالليش، ما هو يقول لي فين ما انا كنت عارفه ان هو كان شاربها ولما حللوا له طلع التحليل ايجابي. متاكده؟ اه متاكده والله العظيم ما بيشربوا على طول. انا بسالك سؤال، اه مش ما فيش حاجه تستاهل ان الواحد يقول مش حقيقي ياخد ذنب. لا انا هاخد ذنب. انا بسالك بقول لك هو رجع من الفرح قال لك ولا لما سالتيه بعد ما التحليل طلع قال لك دي سجاره شربت في فرح؟ قال لي ساعه الفرح انا كنت قاعد مع زمايلي وشربت سجاره كذا وساعتها عملنا مشكله وقلت له المفروض ان انت ما تشربش حاجه زي دي عشان خاطر الاطفال برضك اللي معاك وما يحصلش مشاكل بعد كده. يعني انا ما بكدبش في حاجه، بقول لحضرتك انا لو متاكده ان هو وحش في حاجه انا ما كنتش هقعد معاه. يعني كل واحده في الدنيا عارفه ان جوزها بيعمل حاجه وحشه، هو حضرتك بيبقى عارفها؟ يعني ما فيش حاجه اسمها خيانه؟ لا انا ما شفتش معاها خيانه من لا ما انت شفتيش، لكن اللي بتكتشف بعد 20 سنه مثلا ان جوزها متجوز مثلا ما كانتش بتبقى بتثق فيه؟ والله بقى ممكن هو مش بيعرف على كل حاجه. لكن انا بقول لحضرتك انا متاكده ان هو ما بيخونش ولا بيعمل حاجه من اللي ظاهره دي. طيب يعني انت ناويه تستنيه 15 سنه؟ انا معاه لحد الاخر ومعاه لحد اخر لحظه لان انا متاكده منه. وبعدين انا لو حاسه ان هو بسالك سؤال، بقول لك انت ناويه تستنيه 15 سنه؟ اه هو انا هستنيه لان انا بحبه واثقه فيه. هو حتى النهارده يعني ما كنت عنده في الزياره امبارح قال لي لو انت مش عايزه تكملي معايا وحاسه ان انا بني ادم وحش خلاص كل يعني ننفصل. انا قلت له لا طبعا انا مش عايزه مش هعمل كده. انا معاك للاخر ومتاكده واثقه فيك. طيب لان فعلا حياتنا يعني اتغيرت من قبل ما هو كان كده لحد ما بعد ما حصل الجريمه دي، لان الدنيا اتغيرت فعلا. يعني احنا كنا عايشين حياه كويسه عادي ما فيش حاجه وعيالنا في مدرسه خاصه هو بيصلي والله وعارف ربنا يعني ما فيش حاجه من اللي حصلت دي. فجاه بعد لما حصل ده كل الدنيا حياتنا اكيد اتغيرت واتدمرت. يعني مثلا مصير العيال اللي معايا دولت التلات اولاد اللي معايا يعني حياتهم هتبقى ماشيه ازاي بعد كده؟ يعني هو مش ذنبهم برضك ان هو يعني لا هو مفيش ولا حد ضدك ولا ضد العيال، بالعكس انا قلت انتوا ضحيه وانتوا صعبانين على الناس اكتر. يعني حتى اهل حبيبه بيتكلموا عنكم كويس جدا، انتوا مش طرف خالص وانتوا مالكوش ذنب خالص خالص في اللي حصل. لان انا هرجع تاني واقول لك ان لو هو كان بيعامل حبيبه كويس في العربيه عمرها ما كانت هتشك. يعني انت بتقولي ما هو اصلا ما حصلش يعني كلام بيني وبينها. يعني انت بتقولي ان هو طلع برفان رشاه. اه لو انا قدامي انسان سوي وبيتكلم عادي وما عملش اي حاجه وطلع برفان رشاه مش هشك في حاجه، لكن لما يكون في حاجه حصلت خلتني اشك هنط. انا بقول لحضرتك ممكن لما هو طلع ازازه البرفان هي فكرت ان هي دي حاجه مثلا مخدر او منوم، فهي اللي خلاها تعمل كده مثلا خوف منها زي ما احنا بنسمع مثلا ان مفيش حد يخلي يشممها حاجه. اه تفتح الشباك تطلع من الشباك تعمل اي حاجه غير ان انا بقول لك ممكن تقول له مثلا اقف. هو لو ما وقفش تتسرب بعد كده اكيد قالت له ممكن بس لا أكيد والله قالت له. العظيم بيقول قالت له مامتها امبارح بتقول والله إن قالت له اقف وهو قال لها لا هكمل الرحله. لا قال لي والله ما حصل بيني وبينها اي كلام خالص. ايها الجاني ايها الجاني قد استوقدت نار شهوتك وسجنتها مع كبد دقائق بسيارتك فإن لها ربا سيحاسبك بنار أشد من التي استوقدتها وسيمر عليك ذات الخوف في سجن ليس بدقائق بل سنوات. شربت المخدرات هتكت الأعراض خطفت المجني عليها وروعتها ونكلت عن مساعدتها
فليس لك اليوم الا الجزاء في الرحله. ولا قالت له افضل. طب هقول لك حاجه، راجل مصلي وملتزم ما بيشربش السيجاره قدام بيت اهله، راكب عربيه واحده عندها 22 سنه نطت على سرعه 100، ما يقفش وديها مستشفى؟ ما بقول لحضرتك، هو لما وقف ولقى الدنيا كده بيقول انا خفت، يعني الخوف ستر عليه، فروحت انا ركبت العربيه ومشيت. لكن قسما بالله بعد ما روح البيت قعد يقول انا لو اعرف اوصل لها دلوقتي واروح لها المستشفى اللي هي فيها انا هروح واكلم اهلها ومفيش حاجه، واعرفهم ان انا ما عملتش حاجه وكنت وديتها المستشفى، لكن انا فعلا ان انا اللي خفت اللي خلاني ركبت العربيه ومشيت. لكن قسما بالله طول الليل يقول لي خلي، يعني لو انا عارفه اوصل لها، حتى انا قلت له مفيش رقم تتواصل معاها، قال لي لا ما بيظهرش رقم عشان الرقم بيجي لي من بره، ما اعرفش اتواصل معاها. قال لي انا لو رحت دلوقتي المكان اكيد مش هلاقي حاجه ولا هلاقي البنت ولا مكان، انا نفسي اعرف هي راحت مستشفى ايه وانا هروح لها. بس هو ده اللي حصل. مستشفى ايه دي؟ واحده نطه من عربيه على سرعه 100. ما هو بيقول انا لو اعرف هي مكانها كنت رحت لها، لكن انا ما اعرفش مكانها فين. لا يعني طب دلوقتي ولادك دلوقتي بيعملين ايه ولا بيعملوا ايه؟ والله العظيم ولادي يعني احنا فينا اللي مكفينا. ولادي دلوقتي يعني يكفي ان ابني الصغير يفضل يعيط ويقول انا مش هخرج من الاوضه الا لما البوليس يطلع بابا، ده الصغير. ووقت العيد يقول يا ماما مش معنى كل الابهات يعني كل الاولاد معاها بابا وانا اللي معناش بابا، يعني بيقعدوا يعني يتكلموا عنه ان هو بابا يا ماما ما عملش حاجه، هو الايه اللي نطت. قلت له ايه يعني ان شاء الله ربنا هيخرجوا منها على خير. يعني يكفي ان هو مثلا يقعد يقول ده بابا كنا بنروح نصلي معاه الصلاه ساعه الجمعه، دلوقتي ما فيش حد بيودينا اللي احنا نروح نصلي معاه. يعني حياتنا دلوقتي يعني متدمره الصراحه. يعني طب انت هتعملي ايه؟ هتصرفي منين؟ هتعيشي ازاي؟ والله يا ربنا بقى اللي يقف معانا. يعني ما هو كان شغال دلوقتي مع دكتور، دلوقتي خلاص ما فيش. اشتغل ايه؟ كان شغال سواق مع دكتور. شغال ايه؟ سواق مع دكتور بيسوق على عربيته. وكان شغال سواق خاص ولا اوبر؟ لا كان شغال سواق مع دكتور وهو مروح بالليل بيشغل البرنامج. يعني بعربيه مين؟ بعربيته هو. ما هو سواق شغال على عربيته الدكتور، وبيروح الدكتور وبياخد عربيته وهو مروح بقى بيشغل البرنامج. بس ده كانت الساعه 6 الساعة 6 بعد الظهر، كان خلص على الشغل مع الدكتور؟ اه ما هو بيوصله الصبح وبيستناه لما يخلص شغله وبعدين بيروح معاه اخر النهار، بيروح له مكانه في مدينة الفيلا، بعد كده بياخد عربيته ويمشي بيشتغل بيها بقى اوبر. يعني العربية اللي اتعمل بيها الحادثة دي عربية جوزك ولا عربية الدكتور؟ لا عربية جوزي، لكن شغال سواق على عربية الدكتور. ده دكتور ايه، بشري يعني؟ طب الدكتور تواصل معاكي؟ اه تواصل معايا وقال لي طبعا انا متاكد ان محمود ما يعملش كده، ان انا كنت بسيب له اهل بيتي وبنتي ومراتي وبيسفرهم مثلا اماكن بره وبيرجع تاني، ما شكش في ان هو يعمل كده ولا لحظه. وراح المحكمه وشهد برضو ان هو شغال معاه بقاله سنه وما حصلش منه اي حاجه وحشه معايا. لكن انا بقول دلوقتي فعلا ان يعني مستقبل دلوقتي العيال اللي معايا دول، يعني باباهم دلوقتي سابهم اطفال، على ما يخرج هيبقى شباب يعني في حاجه. هو بصي أصلاً قبل ما المحكمه تدينه انا كنت بقول ان انا دلوقتي لما بركب عربيه اوبر او كده زي ما هي بتقول، هو اتكلم الاول في التليفون، كان متكلم مع مرات الدكتور بيتخانق. لا قال ما اتكلمتش مع حد وما اتكلمش الا مرات الدكتور، رنت عليه وقالت له تعالى عشان تتغدى، قال لها انا خرجت يعني روحت خلاص من مدينتي. هو ده بيقول المكالمه اللي انا عملتها، بس هو ما كلمنيش في التليفون اثناء ما كان مع حبيبه، كلمني بعد ما حصل كده. هي مرات الدكتور بس دي المكالمه اللي هو عملها. يعني هو اصلا ما كانش المفروض يتكلم في التليفون وهو سايق؟ هو المفروض، بس هو بقى رد على مرات الدكتور وحضرتك، هو بس اللي حصل المكالمه دي معايا بس. ما هو من رابع المستحيلات يكون انا ركبت عربيه والراجل رد على المكالمه بمنتهى الطبيعيه وفجاه قفل الشباك وبيرش حاجه اروح انا فاتحه الباب ونط؟ والله العظيم مستحيل. هو ده اللي حصل. مستحيل. ما انا بقول لك هو ده اللي حصل، هي ما جاتلوش الا المكالمه دي. لازم يكون عارفه لو هو بريء، يعني قبل ما تدينه لو هو بريء لازم يكون كان حصل بينهم مشاده. هذا المتهم الماثل ارعبني والله شاه، هذا المتهم الماثل روعني والله شاه، هذا المتهم الماثل آثرت الموت على فعاله والله شاه، هذا المتهم الماثل تسبب في موتي والله شاه. لا قال ما حصلش بينه وبينها اي كلام، ما حصلش بينه وبينها اي كلام في العربيه.
غير ان هي كانت كلمت والدتها وكلمت تقريبا اللي بيقول كانت كلمت والدتها طول الطريق. هو ما جاليش مكالمه لمرات الدكتور الا عشان راح اتغدى وانا قلت لها ان انا خرجت. دي المكالمه اللي جات لي. وكان صوت الكاسيت مكان عالي ساعه ما كان في ماتش، فقالت له وط شويه وانا وطيته لها عادي، مفيش حصل حاجه تانية. يمكن اتضايق ان مثلا قالت له وطي الماتش. لا ليه يعني، عادي احنا كتير بنبقى راكبين وبنقول سواء مثلا لو سمحت وطي بيوطي عادي، مفيش حاجه يعني هيتضايق ليه. يعني انت شايفه ان التصرف طبيعي ان انا ابقى راكب عربيه معايا واحده ست وطلع برفان رش على نفسي؟ انا بقول لك هو طبيعي عادي بيطلع البرفان بيرش. هي بقى ممكن تكون هي اللي فكرت ان هو بيطلع حاجه مثلا يرش عليها. طب انا اقول لحضرتك لو لا هو يعني انا واحده ست اهو، بصي دلوقتي لو انا واحده ست راكبه عربيه اهو خلاص، هل ينفع اطلع البرفان رش على نفسي؟ لا. طب اقول لك حاجه، احنا بنصور كده، اجيب الشنطه اطلع برفان رش على نفسي وانا هنا؟ يعني الرش البرفان ده بيبقى وانا طالع من الدش وانا خارج وانا عامل سواق وهو يعني شافوا البرفان ولا ماده عادي، ما فيش ان هو مثلا ماده مخدره ولا حاجه. والكلام ده مثلا انا طلعت ورشيت عليها هي، ما نعرفش هي نطت عشان رش برفان فعلا ولا ده كلامه هو. قال اول ما لا ده كلامه هو، قال اول ما رشت اول ما طلعت ورشيت البرفان. بس احنا ما نعرفش ده حقيقي ولا لا. هي دي الحقيقه. ما نعرفش ايه يعني هيعمل، ما نعرفش يعني ايه اللي هو هيعمله جوه العربيه خلاها تنط دي بالظبط. ما نعرفش، ما فيش حاجه تحصل جوه العربيه. ما سمعناش الطرف التاني، احنا قصه البرفان دي ممكن تكون ما حصلتش اصلا. يعني هو هيقول كده مثلا بالنيابه ان هو يبرئ نفسه خلاص. طب ما هو لو كده مثلا ما هيقول ايه اللي حصل، كانوا ما فيش حاجه حصلت منه. ما هو لو في حاجه حصلت منه مش هيقولها. بس انا متاكده ان هو بيقول لك هو اول لما حتى حصل كده رن عليا وقال لي ان حصل اللي طلعت ازازه البرفان. في حد مذنب بيقول انا مذنب؟ في حد بيقول ايوه انا عملت؟ يعني لو هقول لك حاجه، لو هو مش جوزك واحد تاني خالص وعاكس واحده او حط ايده على واحده هيقول انا حطيت؟ هيقف قدام المحكمه كده يقول لهم انا حطيت احكموا عليا؟ لا مش هيقول انا حطيت. بس انا بقول لك انا متاكده ان هو ما يعملش كده. انا متاكده منه ان هو ما يحصلش منه حاجه زي كده، ان هي تخليها. متاكده منه عشان هو ابو عيالك. ومتاكده منه مليون في الميه لان هو ابو عيالي، ومتاكده منه عشان انا عارفاه. هو ما قالش غير ان هي قالت ان اوبر كان عايز. انا بس عايزه اقول لك ان قصه البرفان دي اتقالت منه هو. طب هم لقوها في ما نعرفش اصلا اذا كان هو رش فعلا ولا لا. ما نعرفش قصه حقيقيه ولا لا. طب ما هو بيقول لك انا طلعت ازازه البرفان ورشيت، وهم لقوا ازازه البرفان في العربيه وحللوها وطلعت سكيب. يعني هو مثلا هو هيكون اللي بيقول. طب هو هيكون عمل ايه يعني خلاها تهدئ؟ انا بقول لك هو انا متاكده ان هو ما يعملش حاجه. ما نعرفش. هي ما نعرفش يعني ربنا يرحمها طبعا ويصبر اهلها طبعا على اللي هم فيه. بس انا بقول لك ان انا متاكده منه ان هو ما فيش حاجه، وما فيش حد هيتظلم في الحكايه دي كلها. يعني هو دلوقتي محطوط السنين اللي خدها دي محطوط ظلم، واحنا بره اللي هنتظلم اكتر وهنتبهدل اكتر في الدنيا انا وعيالي. هي ماتت. ربنا في اهل قعدوا 23 سنه يربوا في واحده كانوا عايزين يشوفوها في فرحها مش موجوده خلاص. ما شاء الله الله يرحمها وربنا يصبرهم طبعا فعلا، عشان كلنا عندنا بنات. طب ما قلتش حاجه. ربنا يرحمها. انت لسه عندك بناتك؟ هم ما عندهمش. انا بقول لك يعني انا بقول لك ربنا يرحمها. انا هقول ايه؟ لا اصلك مبتسمه وانت بتقولي. لا مش مبتسمه، انا بقول لك لحضرتك ان احنا كلنا عندنا بنات، وفعلا انا عارفه ان هم حقهم ان هم يزعلوا عليها عشان بنتهم. هم بقول لحضرتك يزعلوا عليها، يزعلوا عليها ويا ربنا يرحمها. بس طب انا دلوقتي انا بقول لحضرتك ان هو ما عملش حاجه، انا متاكده ان هو بريء وما عملش حاجه. هي مجنونه. طب ما هم طبعا يعني احنا دلوقتي ثلاثه هم، يعني احنا اللي هنتبهدل برضه من يعني ال 13 يعني ال 13 شكوى اللي اتعملوا ضد جوزك كلهم كدابين، والنيابه جابت ورق مش حقيقي. طب ما هي النيابه جابت ورق مش حقيقي. شغاله طب لحد دلوقتي لما هو عمل كده؟ والسيجاره اللي شربها اول مره في حياته وعنده كام سنه؟ هو عنده كام سنه دلوقتي؟ 34. فال 34 انا بقول لك بيشربها كده في ال 34 سنه. ما بيشربش مخدرات؟ لا ما بقولكيش. بص بيشربها تفاريح، هو شرب مره بقول لك في الفرح. طيب. اللي قبليه ما شربش ساعتها، هي ساعتها. والقضيه اللي كانت عليه ده كانت معموله له غيابي. هو قال انا كنت مع زمايلي قاعدين بنشرب سيجاره عاديه على البحر، واللي هي بقى لها كام سنه واتعمل يعني حكم غيابي بثلاث سنين يعني. بس طلع منها من اول جلسه يعني يعني 13 شكوى فيهم تحرش ومخدرات و و و وانت مش مصدقه، وقضيه معموله من كام سنه كان قاعد بيشرب مخدرات كانش فرح. انا ما قلتش قاعد بيشرب مخدرات. هو قال انا كنت بنشرب سجاير على الفرح عادي. هو قال العيد برضو. في العيد هو قال برضو. اسمعني، ما انا كنت متجوزه ساعه اما اتمسك وهتعمل له الجلسه وخرج منها من اول جلسه وربنا ستر.
وسطرها عليه وطلع من اول جلسه كان قاعد بيشرب مخدرات. انا ما قلت ما شفتش وطلع كان كان بيشرب مخدرات وما كانش بيشرب. انا ما كنتش متجوزاه في الوقت ده ساعه وانا كنت من يعني يعني ما كنتيش متجوزاه وكان بيشرب مخدرات مع الناس واتمسك. انا ما قلت ما اعرفش بقى مخدرات ولا ايه. هو بيقول لك كنت كنت في في العيد مع زمايله وبنشرب سجاير اتمسك وهو بيشرب مخدرات. انا ما قلتلكش ما اعرفش مخدرات ولا ايه. هو قال كان سجاير وبنشربها. ما تعرفيش وبنشربها. هو انت مش لسه حالا بتقولي كان بيقول كنت بشرب مخدرات. انا بقول لك كان بيشرب سجاير في العيد مع زمايله. انا ما قلتش مخدرات. الناس اشتكته غلط انا بقول لك انا مخدرات في العيد ومخدرات في الفرح ومخدرات في البتاع وانت برضو مصدقه ان هو ملتزم. ايوه انا مصدقه وواثقه فيه. يعني قضيه مكمله معاه لحد يعني الآخر. قضيه مش مهم. شكاوي مش مهم. 15 سنه حكم سجن. ما قلتلكيش الشكاوي. انا انا ما عرفتش الشكاوي دي. انا طب في اثبات في مثلا ان حد قدم فيه. انت ما تعرفيش ان المخدرات دي بتبوظ الدنيا خالص خالص. هل حضرتك الحشيش اللي انت بتستهوني بيه ده مش مستهونه بيه. بقول لحضرتك كان بيحصل بينا مشاكل في البيت عادي. انما انا عرفت ان هو شرب السيجاره وعملنا مشاكل. كان في قضيه قبل كده قضيه مخدرات. قضيه تعاطي اللي هي خرج منها من اول جلسه خرج منها ربنا ستر عليه وما اتعلمش وراح شرب تاني في الفرح على قد قولك يعني على قد قولي وانا في الفرح. وحصل حضرتك يعني شرب في العيد واتحبس. انا ما كنتش ساعه العيد دوت. انا ما كنتش متجوزاه يا ستي. انا بقول لك يعني ان دي ما كانتش اول مره في حياته. لا انا بقول لك هو ان ده قبليها بكام سنه من فتره بقى. انا ما كنتش معاه ساعتها. انا ما كنتش. طب اللي بيشرب ما بيبطلش؟ لا ممكن يبطل. والله ما بيبطل. والله ممكن يبطل. والله ما عمره لو ما هو بطل. عنده اراده هيبطلها. لو بقى لو ما بطلش. ان شاء الله عنده اراده. كانت القضيه من كام سنه؟ من فتره كبيره تقريبا. كام مثلا؟ ما انا ما اعرفش. هو يعني مثلا ممكن يكون من 2012 او حلو واحنا في 2024. في 2012 اتمسك في قضيه مخدرات وبيتعاطى مخدرات وشرب في فرح قبل حبيبه بيوم. في ال 12 سنه ما شربش صح؟ من ال 12 سنة اللي هو يعني شرب مرة في العيد وبعديها ب 12 سنة شرب قبل حبيبة بيوم. بس في ال 12 سنة ما شربش ولا حاجة. أنا بقول لحضرتك هو حتى لو بيشرب خلال ال 12 سنة هو مش بيشربها اللي هو يعني كل يوم يوميا بيشربها ولا كده. إن هو يبقى متعاطي زي ما حضرتك بتقولي. مش عايزاه يشربها كل قد لا أنا مش عايزاه يشربها خالص طبعا. وحضرتك بقول لك عملنا مشكلة ساعة الفرح ده وقلت له إنه ما يشربهاش. طيب ولو كان شارب سيجارة قبل ما حبيبة تركب معاه؟ لا ما السيجاره دي ما شربهاش النهارده ما شربهاش بكره ما لا ما كانش شارب ساعات حبيبه اللي كانت معايا. شرف لا كان شارب سجاير عاديه. شرفك ما هو شرب من 12 سنه وهو قاعد مع اصحابه وشرب قبل حبيبه بيوم. هو حضرتك ما شربش ساعه وقعت حبيبه. وبعدين السيجاره ممكن تكون مؤثره فيه بعديها بيوم عادي. مؤثره في ايه يعني مثلا؟ انا بقول لحضرتك انا متاكده وواثقه منه ان هو ما بيعملش كده. ما حصلش شارب مخدرات قبليها بيوم صح؟ ما حصلش ان هو يعمل حاجه. انت بتقولي شارب قبليها مخدرات بيوم صح؟ كان قبليها هي حبيبه كانت الحادثه يوم الاربع. هو كان يوم الاثنين. بقول لك قبلها بيومين هو كان شاربها. بس انا بقول لحضرتك انا متاكده ان هو ما يعملش فيها حاجه. هي ممكن يكون خوف منها بقى لما هو طلع الازازه. انا بقول لك يعني هو ده اللي انا اقدر اقول لك ان انا متاكده ان هو ما يعملش كده. انا لو شك فيه ان هو وحش وبني ادم مش كويس انا مش هقعد معاه. يعني ايه اللي يخليني اقعد مع بني ادم مش ممكن يبقى بني ادم كويس وبيشرب مخدرات؟ لان الفلوس اللي بيدفعها في السيجاره ولاده اولى بيها. اكيد انا كنت بقول له كده. فكره برضو ان هو يبقى بتقولي بيصلي بيصلي وبيروح يذهب عقله بمخدرات ده تضارب برضو. بتقولي اصل هو شرب من 12 سنه وطلع من القضيه وبعدين شرب في العيد يعني ما بطلش. لا ساعه القضيه ديت كانت ساعه العيد ما بطلش. ما بطلش. هو اتعمل له اما ساعه الضابط بقول لك هو كان بيقول لو كان بيشرب بيقول لي ما هو حكى لي بقى بعدين الموضوع. قال لي هو سجاير عاديه. ما انا بقول لحضرتك انا ما كنتش متجوزاه ساعتها. لكن لما حصل كده وانا متجوزه وحصل ان بقى لي 3 سنين وبان القضيه يعني هو في ال 12 سنه ما شربش ولا حاجه وبان على يعني هو كل ما بيشرب سيجاره بيجي يقول لك صح؟ والله العظيم لما بيعمل حاجه غلط من ناحيه كده بيقول له وبنتخانق اكيد قاعد وبفضل اقول له عشان خاطر العيال اللي معانا. قال لك في 12 سنه انه خد اي مخدرات ثانيه؟ لا انا بقول لحضرتك ما بيشربهاش على طول. انت مصممه تخليني ان انا اقول ان هو شربها على طول وما بيشربهاش على طول. يعني بيشربها ساعات. انا بقول لك شربها ساعه الفرح وجي قال لي وانا قلت لحضرتك ان احنا انا بقول لك دي كانت اول مره في ال 12 سنه يشرب سيجاره؟ سيجاره الحشيش يعني؟
ايوه هو ما عملها وجي قال لك. كان انا بقول لك قبل حبيبك انت بتقولي لي. بقول لحضرتك هو جه قال لك قبل كده ان هو شرب سيجاره قبل يوم الفرح ده؟ لا ما بيشربش. لا ما بيشربش يعني سجارة. هو من ساعه القضيه من 12 سنه لغايه يوم الفرح ده ما شربش مخدرات. لا ما بيشربش مخدرات. شرب بس السيجاره من 12 سنه اللي اتمسك فيها وشرب بس السيجاره اللي اتمسك فيها برضه. ما شربش ساعه حبيبه. انا بقول لحضرتك اللي هي كانت يعني قبل ما اتجوزها. يعني هو في ال 12 سنه شرب سيجاره مرتين. ايوه ما بيشربش على طول. اللي اتقفش فيه هو التانية اتقفش فيها. لكن في ال 12 سنه التانية اتقفش فيها ايه؟ هو كان مثلا شاربها وعارف ان هو هيحصل مع حبيبه مثلا يوم الاربعاء ان هو. لكن هو طبعا ربنا عارف. لا بس انا متاكده ان هو ما عملش. انا متاكده ان هو ما عملش حاجه فيها ان هي تحدف نفسها من العربيه. انا متاكده ان هو زي ما قال لي ان من ما طلعت ازازه البرفان ان هي رمت. وانا متاكده ان اي حد بياخد مخدرات حتى لو سيجاره حشيش هتاثر على سلوكه. على ايه؟ على سلوكه. على سلوكه. سلوكه مع لا انا لا اسالي عليه وبعته واساله ان هو سلوكه كويسه جدا في المنطقه وحد يروح يساله هيعرف هو ايه. هو بيشرب مخدرات. هو انت حضرتك سايبه الموضوع كله بتاع حبيبه وماسكه في حته المخدرات. ما انا قلت لحضرتك ان هو ما بيشربهاش على طول عشان دي مخدرات. هو ما كانش شارب قبل حبيبه مخدرات عشان خاطر يشرب على كدا. طول هو ما ينفعش حد اصلا بيسوق عربيه يشرب مخدرات اساسا. هو انا قلت لحضرتك هو لحضرتك هو بيشربها كل يوم. هو كل وقت كل يوم ولا كل ساعه ولا كل نص ساعه؟ خلاص ما خلاص هو ما يركبش مع ارواح. عمل بقى ما يركبش مع ارواح. يقعد بقى يشرب سجاير مع نفسه ما يركبش مع ارواح. ما انا بقول لحضرتك هو ما شربش ساعه حبيبه ان هي تبقى فيها حاجه. انت عايزه حضرتك بس عقل. انا يعني انا مش عايزه يصبح الخلاف بيني وبين حضرتك شخصي لان انا مذيعه وحضرتك مرات واحد متهم في قضيه. انت ما عملتيش حاجه فانا ما ينفعش اهاجمك. لكن انت بطلي يعني اكيد لو حضرتك طيبه او على نياتك كده مش للدرجات دي. عايزه تقولي لي ان هو شرب سيجاره من 12 سنه وبعديها ب 12 سنه شرب في فرح بس. لا انت عارفه ان هو من حين لاخر بيشرب مخدرات. ماشي بس انا بقول لحضرتك انا بقول لك ماشي دي ماشي دي انت ما تقدريش تحكمي هو شرب مخدرات يوم حبيبه ولا لا. ما تقدريش تجزمي ولا تقسمي بالله دلوقتي بولادك ان هو ما شربش مخدرات يوميها. ما تقدريش ولا انت ولا انا ولا اي حد. ما تقدريش. ما انا بقول لك ايوه بس انا بقول لحضرتك لان يوم ما هو شرب في الفرح ما عرفتيش ولما 12 سنه ما عرفتيش. ما انا كنتش متجوزه ساعتها ال 12 سنه ولا وهو بيشرب السيجاره كنت عارفه ساعة الفرح؟ اه لا لما جه قال لي لما جه قال لي وحصل مشاكل بقى بيننا قلت لما جه قال وعادي ما كنتش تعرفي ساعتها. خالفنا وقلت له مثلا ما يحصلش ان هو لازم ما يحصلش عشان السجاير ولا كده. احنا ما نعرفش هو اترشت عشان سيجاره عاديه ولا اترشت مش عشان سيجاره عاديه ولا نعرف ايه اللي حصل. لكن نعرف ان في واحد وانا مش هقدر اظلمه برضه. انا ما شفتش حاجه بعينيا خلاص. لكن هناك حكم محكمه ب 15 سنه سجن. ده اقصى عقوبه للخطر. يبقى اكيد كان في قناعه شخصيه عند القاضي وكان في ورق بيقول ان هو عمل كده. انا دلوقتي لما يبقى في 13 شكوى مقدمه من واحد ان هو تحرش شرب سيجاره حشيش ومعاه حد مش عارف عمل ايه مش عارف عمل ايه. دي حاجات متسجله في اوبر. يعني اوبر دول مش طرف. اوبر دول مش ضد. طب ما هم عارفين. طب يعني اوبر مش ليه من ساعتها حتى معزوش البنت حتى. يعني طب هو لما هو اوبر لقى شكوى واثنين وثلاثه منه كان المفروض ماشيه ولا اي حد في الشركه كده كان المفروض ماشى كل اللي كده. ما يخلوش مثلا حد شغال في الشركه كده بالظبط زي ما انت بتقول عشان ارواح الناس بالظبط. واحنا ما نعرفش برضو انت هو جه قال لك ان مشوه عشان كذا ان وقفوا هو مشوه عشان خاطر هم مشوه. هو وقف البرنامج حضرتك قلت لك عشان هو كان شغال مع شركه قبل الدكتور ده اللي هو بيقوله لك. لكن ما نعرفش اذا كان دي هو ممكن يكونوا وقفوا عشان كده. لا هو بيقول البرنامج اتقفل عشان خاطر كده. هو صاحب الشأن بيقول. طب ما هي الشركه بقى كانت من ساعتها وقفت. يعني هو اتوقف. ايوه اتوقف. ما بقول لك مش عشان خاطر كده. هو بيقول لك اتوقف عشان خاطر كان هو بيقول لك هو اللي بيقول هو صاحب الشأن اللي بيقول. طب وهي الشركه قالت لك احنا وقفناه بسبب كل اللي هو فيه ده؟ لا هو لقى برنامج واحد عادي على النت مش بينزل اللي يشغل برنامج اوبر وبعت له كل الاوراق سليمه عليه. ايه اللي سليمه؟ بعت له هم عنده جرح تزوير بقول تزوير. هو قال لنا ان يعني بعت له الخدمه اتوقفت؟ هو عمل لعبه كده عشان يرجع رجع البرنامج. يعني انت ما توقفش ليه؟ بقول لك اتوقف. ما انا بقول لحضرتك هو قال لنا توقف. يعني هو لو شخص ملتزم هيتوقف ليه؟ طب ما انا بقول لك اتوقف عشان خاطر كان شغال في شركه ثانيه وما كانش بيستقبل الرحلات كتير وبيرفض رحلات.
شايف مش مصدقاني في انا مش مصدقاكي لا انت انا مش مصدقه طبتك بس يعني على فكره احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يبقى واثق في حد كده لكن لما حد يبقى قدامه حاجات دلائل قدامه في 13 شكوى متقدمين وفي خدمه وقفت هو قال لك عشان كذا بس هي طلعت عشان حاجه تانية هو انت ليه مش قادره تعرفي ان في ناس ليها وجهين لا دوت ماشي معايا بما يرضي الله فين في المخدرات بما يرضي الله وده بما يرضي الله انا قلت لحضرتك انا على طول بنعمل مشكله بسبب السجاره اللي هو قال لي انا شربتها وكان لما شرب بيقول لي وانا قلت لك بنعمل مشاكل بسبب كده وان الاطفال اللي معانا وان مثلا ربنا سترها مره مش هيسترها التاني انا كل اللي انا يعني طبعا انت ست جدعه واصيله وهتستني جوزك دي حاجه تحسب لك جدا 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 ومحدش يقدر يقول لك تعملي غير كده واحنا ندينك برده عشان نطمن على الاولاد لان بقول لك حتى اهل حبيبه شايفين ان انتوا مالكوش ذنب خالص ولا الاولاد ليها ذنب خالص في اللي حصل ما انا بقول لك دلوقتي يعني حياه الاولاد اللي هم معايا دلوقتي الثلاثه اطفال دول يعني على ما باباهم يخرج هيبقوا شباب مثلا هو يعني مصيرنا واحنا وهو مالوش حد طبعا هو مالوش الا اخت واحده بس ولا له اب ولا ام ولا اخوات تاني هو بس اللي ليه هو اخته اللي ليه وانا طبعا بابايا متوفي ومامتي طبعا ست كبيره يعني اكيد برضو والدتي ولي اخ صغير يعني وبابايا متوفي هو ملوش حد يعني ملناش حد بعد ربنا باذن الله هو ربنا اللي يقف معانا على العموم هو في استئناف وربنا ما بيظلمش حد اكيد وانا متاكده من كده يعني ربنا ما بيظلمش حد يعني انا كل اللي انا اقدر اقوله لك انا ما شفتوش وهو بيخطفها لكن برضو اللي انا متاكده منه ان مفيش حد هيفتح باب وينط منه على سرعه 100 على تكهن ان انا ما يبقاش انا مش جاهله لدرجه اني مش قادره افرق برفان من بنت والبنت عشان يترش لازم يترش في وشي مش هيترش على قميص لا هو رش يعني هيرش ما انا بقول لحضرتك هو لو فرق بس واحده متخرجه من الجامعه الامريكيه مثقفه معاها بكالوريوس واحد طلع برفان بيرشه على نفسه في حد هيرش بنج على نفسه لا طب هيخدر نفسه لا فهي هتفتح وتتنط ما انا يعني بصي انا بس انا مقدره جدا دفاعك عن جوزك وكل حاجه بس انت ما تظلميش عشان ما تظلميش لا انا ما بظلمش طيب انا هو بقول ما بظلمش انا عندي بنت ولو حصل لو انا بظلم اكيد هيتعمل في بنتي نفس الكلام بس فانا بقول لك اهو انا دلوقتي هوريك بعربيه وقدامي سواق والسواق طلع برفان وبيرش على نفسه انا ممكن لو انا بقى قلقت من كده اقول مثلا اقف اول بيرش على نفسه في حد هيرش يبنج نفسه فانا هفتح واخرج ولا لازم ارش عليها ارش عليها ده هو بقى لو في نيته ان هو هيخطفها كان هيرش عليها لكن عشان هي تفتح لكن هو عشان هي تفتح الباب وتنط لكن هو هيبنج نفسه وهو سايق فهي هتفتح وتنط بص هو ما قالش غير اللي انا اول ما طلعت ماليش دعوه هو بيقول البرفان. ايه انا بتناقش معاكي دلوقتي بقول لك ما تظلميش عشان ما تتظلميش لا انا ما بظلمش وقلت القصه اللي حضرتك اتحكيت لك دي تصوريها معايا كده هو اي حاجه تتقال لنا نصدقها أي. انا دلوقتي جوزي جه وشه متشرفط فقال لي اصل وقع عليا صاروخ هصدقه؟ لا بس انا بقول لحضرتك يعني ما انا عايز انا فاهمه انا بقول لحضرتك ايه انا دلوقتي واحد برش برفان على نفسي هو دلوقتي ذنبه ايه اللي ولا رش في الهواء لا ما رشش في الهواء قال انا طلعت ورشيت حسيت ان انا ريحتي سجاير فطلع طب هو ريحته سجاير هو مثلا طلع ازازه البرفان بيرش عليه زي ما هو بيعمل كل مره عادي لا ثانيه واحده هو ريحته سجاير ايه مشكله ريحه العربيه سجاير ريحه العربيه يعني برش في العربيه بقى مش عربية ما رشش في العربيه انا بقول لحضرتك هو رش على نفسه ان في ريحه سجاير في العربيه طلعت ازازه البرفان فروحت رشيت انا اول ما فليت على نفسي اول ما رشيت يعني هي تخيلت انه بيبنج نفسه فنط هي بقى فتحت الباب ونطت ديت بقى حاجه يعني مش بتاعتنا هي كده مصدقه مصدقاه والله ان واحده هيرش يبنج نفسه لا ما يقول هيخطفني لا ما قلتلكش ان هو يبنج نفسه امال ايه ما هو لو بنج كان هيبنج هي افتكرت ان هو بيبنج نفسه هيخطفها لا هو بيقول انا طلعت ازازه البرفان واول ما رشيت راحت هي رشيت فين هو اول ما طلعه ورش راحت هي حدفه الباب رش على هو بقى ما ادتلوش فرصه مثلا تقول له ايه يعني بجد اقف ولا كده هي اللي فتحت الباب بجد يعني واحد بيرش برفان ليها ريحه على نفسه
يعني بيبنج نفسه عشان يخطفها؟ انا ما قلتش بيبنج نفسه عشان يخطفها. لا هي ظنت ان هو بيبنج نفسه عشان يخطفها. هي لما شافت ازازه البرفان نطت دي بقى مشكلته هو. ازاي يعني ايه؟ يعني ايه هي ما تعرفش يعني شكل ازازه البرفان؟ هنتكلم على واحده بنت ناس جدا متعلمه في احسن جامعه في مصر. انا قلت لك حاجه ما تعرفش شكل البرفان، ما تعرفش يعني ايه واحد بيرش برفان. ما انا بقول لك ممكن هو خوفها بقى اللي هيقلق لها كده. مش كده، هي ما بتخافش اصلا، هي مش جبانه اصلا، دي ست، دي بنت قويه وكل حاجه. ما كناش بقى معاها ولا كده عشان نعرف هي خافت ولا هي شافت اصلا. هي ماتت، هي الله يرحمها ربنا يرحمها. طيب ما ده اكبر دليل على ان هي شافت حاجه او حصل حاجه تستدعي. ايه هو اللي حصل عشان ما تعرفيهوش انت؟ ما تعرفيهوش لان لا. انت معاه على يعني معاه على طول في اي حاجه بيقولها لك، حتى لو انت عارفه من جواكي ان ده مش منطقي خالص اللي بيقوله. لا انا صدقته لما قال كده لان انا عارفه ان هو مش هيعمل حاجه ان هي توصل لواحده ان هي تفتح الباب. امال هي هتنط ليه؟ ما انا بقول لحضرتك ممكن هي بقى هتنط نفسها ليه؟ والله بقى انا ما كنتش من جواها. يعني انت مصدقاه هو؟ ايوه انا مصدقاه. واللي ماتت دي راح كده ما قلتش راحت كده، انت بتقولي لي كلام ما قلتوش. انا ما قلتش راح كده. لا يعني انا بقول لحضرتك انا صدقت اللي هو قاله عشان انا الصادق اللي ضحى بحياته ولا اللي ما وقفش حتى ينقذها. ما انا بقول لحضرتك اللي شرب سيجاره حشيش قبلها بيوم. هو ما وقفش حضرتك عشان خاطر قلت لك لا زحمه والدنيا كده راح ماشي. ده الراجل انت تعرفيه؟ ده الراجل الجدع اللي انت محتاجاه. لا اصل انا عارفه ان هو مع اي حد كويس وبيراعي كل الناس وبيوقف كويس قوي وبيراعي ربنا. في حد بيراعي ربنا يشوف بنت غرقانه في دمها ماشي في الشارع يسيبها ويمشي؟ كل واحد ممكن في لحظه زي دي ما يعرفش يفكر. يعني هو بيشرب مخدرات وجدع، ما وقفش للبنت ينقذها وجدع، اتمسك من 12 سنه في قضيه مخدرات وجدع، في 13 شكوى ضده في اوبر وجدع. انا ما اعرفش ورش برفان على نفسه. برفان عادي هو البرفان على نفسه. هو حرام البرفان على نفسه يعني. فهي تخيلت ان هو بيخطفها. هي هو تخيل بقى ممكن يكون هو يرش حاجه. اه بجد بجد طلعت طلع ازازه برفان، باين انها ازازه برفان قدامها ورش على نفسه، فهي فتحت الباب ونط. انت مصدقه ده؟ انا مصدقه لان انا عارفه ان هو ما يعملش حاجه مذنبه قوي. انا عارفه ايه كدا. انا بحكي لك حكايه اهو. واحده مثقفه متعلمه 24 سنه بنت ناس. طب واحد طلع ازازه برفان. ممكن الخوف مثلا هو اللي خلاها تعمل كده. خوف ايه ده بيرش على نفسه؟ طب ماشي، وهي بقى ممكن هيقلها ممكن بقى تهيقلها حاجه تانية. هيقلها ايه؟ انا ما اعرفش، انا ما كنتش جوه دماغي. لا ما تقولي ما تساليه بقى تهيقلها ايه. ما انا بقول لحضرتك واحد بيرش برفان على نفسه تهيقلها هي ايه؟ طب هو بيقول لك انا رشيت لقيتها فتحت الباب ونط وقال لها مثلا افتحي الباب ونط. يبقى رش عليها؟ لا ما رشش عليها. امال ايه؟ هو بيطلع ازازه البرفان بيرش على نفسه، هي فتحت الباب. يعني هو بقى احنا كنا جواها وعرفنا هي اكيد خوف منها حاجه من ايه؟ ما كتول عمل ايه خوفها؟ طب حلو حلو جاوبي عليا، خافت من ايه؟ ما اعرفش بقى هي خافت من ايه. ما تساليه، ما تساليه خافت من ايه. تساليه خافت من ايه؟ خافت من البرفان اللي بيرش على نفسه. انت مصدقه ده؟ هو مثلا اكيد زي ما حد بيقول لنا ما يكون حد معاه حاجه ما تشمهاش تخلي بالكم. تشمهاش ايه ده بيرش على نفسه؟ لكن بيرش على نفسه ما يرشش عليها هي بالظبط. هتنط ازاي على سرعه 100؟ ما انا بقول لحضرتك هو بقى اكيد هو الخوف هتخاف من ايه؟ ازازه بقى البرفان فكرت ان هو هيخدرها ولا حاجه. خدرها لما طلعها ازاي بيرش على نفسه؟ طب ما انا هقول لحضرتك ايه. خدرها هي وهو بيرش على نفسه؟ هي اكيد. طب يا كتول فتره الطريق كان بيتكلم مامتها في التليفون يعني. فايه؟ هي مثلا هيخدرها احنا ما قلناش خدرها، ما قلناش على فكره ان قصه البرفان دي ممكن تبقى كذبه اصلا من اولها لاخرها اساسا. يعني اساسا يعني هو عمل حاجه اللي مثلا خلاني اتحت في نفسها كده وكذب وقال ازازه البرفان؟ لا انا متاكده ان ده لا. بجد انت متاكده ان في واحده ضحت بحياتها؟ هي بقى اللي فتحت. احنا دلوقتي فتحت احنا لا لا دلوقتي انت مش لا مشكلتك انها نطت. اه مشكلتك انها ماتت بعد اذن حضرتك. يعني هي ماتت. اه دي مشكلتك ومشكله الناس كلها، مشكله مصر كلها، ان في بنت بريئه ماتت. طب ما هو برضك بريء ومظلوم. ان هو بريء ومظلوم فين؟ من ناحيه البنت ان هو فين حاجة. فين إيه مين قالك ان ما عملش حاجه؟ في حكم حضرتك محكمه. مين قالك ان ما عملش حاجه؟ بقول لحضرتك هو هيعمل ايه؟ حضرتك ده جوزك بتحبيه ما عملش حاجه. اه لكن هو عمل، في بنت ماتت بسببه. طب ما ايه بقى اللي حصل جوه العربيه ان هي تنط كده؟ هو ما عملش حاجه ان هي تنط جوه العربيه. بجد هي اما كل واحد طلع ازازه البرفان عشان يرش بقى هو كده برده. انت مصدقه حكايه ازازه البرفان بقى؟ ايوه مصدقه. ما صدقش مصدقه برده. اه مصدقه ان هو رش البرفان على نفسه. اه يعني ما حصلش كلام. فهي فتحت ونط، ما حصلش كلام بينه وبينه. وال13 شكوى كذب والقضيه اللي من 12 سنه كذب. انا ما قلتلكيش القضيه كذب ولا ال13 شكوى دول. ما فيش حاجه اثبتت ان هو حد عمل له فيهم محضر فيها. طب هو لو هو لو هو هيكلم حد؟ لا ما انا فاهمك بقى، ما انا فاهمك بقى. ربنا سترها 14 مره.
ماشي ثواني سترها 14 مره وجت حبيبه خدت حق الناس كلها. طب ما انا بقول لك اسمعني، لما واحد مثلا اتحرش بها جسديا زي ما بيقولوا بحط ايده على جسمها، ليه ما اروحش اقدم في شكوى؟ ايه اللي يخليني اصلا راحت تقدم شكوى؟ ايه اللي يخليني ما اعملش فيه محضر؟ ما انت مش عايزه تفضح نفسها. يا سلام، مش عايزه تفضح نفسها واستقبلت ان هو كذا مره يعمل فيها كده. فين كذا مره؟ ما بيقول لك حطت ايه، حط ايده على جسمي كذا مره خلال الرحله، ايه اللي قعدني ان هو بدل حط ايده على جسمي ما اروحش ليه اعمل فيه محضر؟ حبيبه مجنونه نطت وفقدت حياتها وهو ما لمسهاش، والتانيه برضو أيوة كدابه. طب انا بقول لك مفيش، والتانيه كدابه. أيوة محضر يثبت كده، والتانيه كدابه. ال 12 واحده خايفين اتفقوا يعني مردوش. لا لا يعني حبيبه اتفقت مع الست اللي مقدمه الشكوى من 6 شهور ومن سنة. طب اشرحي لي كده. طب انا عايز اسالك اشرحي لي. طب ال 12 واحده ولا ال 14 اللي هتقول عليهم دلوقتي كلهم اشرحي لي اشرحي لي الشكوى اللي قالت انها لمسها دي قالت كده ليه؟ ما اعرفش، انا شايفه ان هي بتقول لك حاول تحط ايده على جسمي كذا مره خلال الرحله. هي كدابه. لما انت صابره كذا مره ليه ما اقومش اروح احط اعمل فيه محضر؟ ثانيه واحده، البنت اللي البنت اللي قدمت شكوى الاوبر من مده وتوقف جوزك انه حط ايده عليها كذا مره، والبنت اللي ضحت بحياتها ورمت نفسها على سرعه 100 كدابين، وانت جوزك اللي صادق صح؟ مش انت بتقولي كده؟ انا بقول لحضرتك مش حضرتك هو عمل كده. مش حضرتك بتقولي كده؟ ليه ما اروحوش اقدموا على الاقل واحده فيهم تعمل هم كدابين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم يا رب تكونوا بخير. يعني احب اعرفكم بنفسي، انا عمرو بلال اخصائي تربيه خاصه، وكنت الشاهد على قضيه حبيبه الشماع. ايه اللي حصل يومها؟ ان انا ماشي على طريق مصر السويس ومعايا سواق بتاع الشغل، فالسواق فجاه لقيته بيقول لي في بنت فتحت الباب بتاع العربيه، فانا ببص كده لقيت بنت بتتحرك على الطريق لسه بتتشقلب على الطريق، فقلت له واقف بسرعه على جنب، هو واقف بسرعه على جنب وانا رحت لها، فبقول لها ايه ده ايه اللي حصل؟ قامت قايله لي اوبر كان بيخطفني وانا نطيت من العربيه. اوبر كان بيخطفني وانا نطيت من العربيه. هم يعرفوا بعض؟ انا بقول لك هو ما توقفش بسبب انا كده. بسالك سؤال، هم يعرفوا بعض؟ لا. امال عملوا امال قالوا نفس الحاجه ازاي؟ قالوا نفس الحاجه ازاي؟ يعني واحده قالت تحرش بيا والثانيه قالت هيخطفني. اتفقوا؟ هو يعني هو للدرجه دي؟ انا بسال حضرتك، هو عايش حياته كلها. انا بسال حضرتك سؤال، اتفقوا؟ ما قلتلكيش انهم اتفقوا. طب قولي لي منطقيه للي حصل ده. منطقيا ان انا قولي لي سبب ما يعملش كده، وكلهم دول اللي قدموا الشكوى. يا فندم كلهم ما ظهروش يا فندم اللي بتقدم اللي قدمت الشكوى دي واللي نطت من العربيه اتفقوا؟ لا ما اتفقوش. امال ايه؟ امال بيكذبوا ليه الاثنين وجوزك اللي سابق؟ انا متاكده ان هو ما عملش كده، ودلوقتي هم قالوا كده. ودلوقتي قلت لك اللي حط ايده على كده. امال هي واحده موتت ليه ما اروحش اعمل واحده موتت نفسها ليه والثانيه؟ قلت لحضرتك هو قال لي بسبب ازازه البرفان ما طلعتها هي والثانيه اللي حط ايده دي. لا ما عمر ما صدق ان هو يحط ايده على حد. ايوه هي كدابه. طب لما انا عارفه ان هو بيحط ايده عليا اروح اقدم كدابه ليه؟ اروح اعمل ايه؟ كدابه ليه؟ ما اعرفش بقى هي تقول كده ليه. هو والله العظيم ما صدق ان هو يعمل كده. على الاقل اروح اقدم فيه اعمل فيه محضر. هو انا هستحمل ان حد يحط ايده على جسمي كده وعادي خايفه على نفسي؟ لا اروح اقدم فيه شكوى واعمل فيه محضر. او موت نفسي اعمل فيه محضر على الاقل ويعرفوا يجيبوه. طب في واحده موتت نفسها، يعني انت الشكوى اللي كانت هتثبت لك، يعني انت بتقولي تروح تعمل محضر عشان تثبت لك ان هو لمسها؟ طب في واحده موتت نفسها عشان ما يلمسهاش؟ لا هو ما لمسهاش ولسه ما ثبتت لكيش. لا ما لمستش، ضحت بحياتها وانت لسه مش مصدقه. ما انا بقول لحضرتك انا بقول لك انت بتقولي كانت راحت عملت شكوى. طب ما لو كانت راحت عملت شكوى كنت تقولي كداب، انا واثقه فيه. لا كنت هارب بقى لو هي عملت مثلا محضر فيه. طب واللي نطت اللي نطت دي اذا كان اللي نطت ما ثبتت لكيش هتروح تعمل محضر هتثبت لك؟ انا بقولش اللي انت بتقولي اللي نطت ديت دي حاجه بقى بتقولي تروحي تعملي محضر. اللي هي طب ولو راحت عملت محضر واحده ما انت كنت هتقولي عليها كداب. لا كدابه ليه؟ كانت هتروح تعمل محضر كنت هتقولي عليها كداب. ما في واحده نطت. طب هي ما راحتش. في واحده نطت عشان تثبت لك ان هو بيعمل حاجه غلط انت مش مصدقه. يا سلام، يعني هم كلهم صبر وما فيش الا لا كلهم كدابين وهو صادق. ايوه انا واثقه فيه كلهم كده. معلش يعني واثقه فيه ومتاكده ان هو ما تثقي ولا ما تثقيش ما يهمناش تثقي ولا ما تثقيش ما يلزمناش. يعني انا اسفه انت برضك عماله ما يلزمناش خالص حضرتك تثقي فيه ولا ما تثقيش. ده حاجه بينكم في البيت. لا وبيننا وبره برضو اللي انا متاكده. لا مفيش بره، في بره في حكم ب 15 سنه ادان وخلاص. لا وان شاء الله هو مدان وان شاء الله ربنا هيقف معاه عشان عارف ان هو مظلوم. كل الناس كدابه وهو صادق. مش كل الناس كدابه، انا بقول لك 13 واحد كدابين. من الاخر ربنا هو المطلع وشاف كل وربنا حاجه، هو وهو اللي عارف اللي هيحصل. وربنا هو اللي خلاه يتمسك، وربنا هو اللي حكم عليه ب 15 سنه، وان شاء الله هيخرج منها عشان ربنا يخرج يبقى بريء. يعني براءه. بقول لحضرتك ان شاء الله ربنا هيقف معاه عشان عارف ان هو مظلوم، او هيقف معاكي انت وينور لك بصيرتك. لا هي متنوره وانا متاكده. شوف
انا واثقه منه. ايوه اللي هو ما يخطفش حد. هتثقي ولا ما تثقيش؟ ما يهمناش تثقي ولا ما تثقيش. انا حاسس ان انا متهم مع محمود. جه البيت حكى لي على كل التفاصيل. لكن الحقيقه مش كده. هي سجاره اللي شربها وديت المخدرات دي. اتاكدت الاول من براءه محمود تماما. هي اول ما انا طلعت ازازه البرفان فتحت العربيه ونطت. البرفان دي كنت بتبقى كذبه اصلا من اول لاخرها. اساسا هو غلطان ان هو شرب دي على فكرة. عشان هي على دلوقتي وديته في مشكله تانية وفي حته تانية. يعني هو بيشرب مخدرات وجدع. طب وهل من المنطق حضرتك ان هي تنط وداخل على كارتة السويس ما بينها وبين كارتة السويس 50 متر؟ ولا ايه ده اللي وانا نطيت من العربيه؟ هي كودت عقيده ان دون شخص اجرامي بيرتب لخطفها. اي خسه في الجلد واي عقليه اجراميه تلك التي لا تأبه بما اتته من جرم فحش. سطرها 14 مرة وجات حبيبة خدت حق الناس كلها. القضية دي فيها بنسميها من قضايا الغموض اللي مش منطقي خالص. يبقى هي روايته تتجمش مع العقل والمنطق. بجد؟ طبعا يا فندم. اللي بيخطف بيبنج قبل الخطف. ايوه بلتزم وبيصلي. في حد بيراعي ربنا يشوف بنت غرقانه في دمها في الشارع يسيبها ويمشي. السنين اللي خدها دي محطوط ظلم واحنا بره اللي هنتظلم اكتر وهنتبهدل اكتر في الدنيا انا وعيالي. هي ربنا في اهل قعدوا 23 سنه يربوا في واحده كانوا عايزين يشوفوها في فرحها مش موجوده. زمان لما كنت بعمل لقاء مع اي محامي كنت بفتكر ان المحامي لو عارف ان المتهم مذنب بيرفض القضيه. عملت انترفيوهات مع كبار المحامين وقالوا لي لا على فكره انا حتى لو انا عارف ان المتهم اللي معايا مذنب انا من شطارتي ان انا الاقي له ثغره اطلعه منها. لان لو كل واحد اخطا او اذنب او ما لقاش اللي يدافع عنه ده هيبقى منتهى عدم الرحمة. وفي نفس الوقت المحامين مش هتشتغل. يعني زي بالظبط اللي بيروح يدافع عن تاجر مخدرات او واحد قتل فيحاول ما يجيبلوش اعدام يحاول يجيبله مؤبد. قبولك هذه القضية بعد الرأي العام اكيد قلب الناس عليك انت شخصيا. حاسس كده؟ بالظبط طبعا. انا حاسس ان انا متهم مع محمود. ولادك قالوا لك حاجة في البيت؟ كله بيتكلم عليا انت ازاي تاخد قضيه زي دي وازاي تترافع في قضيه زي دي و الى اخره. هو حضرتك انت بتتكلمي هو فعلا في نوعين من المحامين، محامي يدافع عن الحق ومحامي بيدافع عن الاجراءات القانونيه. ولكن انا الحمد لله مشهود ليا ان انا بدافع عن الحق. اتاكدت الاول من براءه محمود تماما من جريمه الشروع في الخطف وليست في كل الاتهام الموجهه لي. وبعد ما اتاكدت قبلت القضيه. طيب انا عايزه اقول لك حاجه في القضيه دي عدم منطقيه رهيب بالزبط. لكلامه بالظبط. يعني حتى لو قلنا مع ان خلاص هو يعني دلوقتي انا لازم اتكلم عنه على انه مدان لان في حكم طبعا هو متهم في حكم طلع بالظبط. لكن لو قلنا ان قبل هذا الحكم كنا بنفترض ان البنت جالها بانيك بالزبط. خافت مش عارفه ايه بالظبط. ما هو التصرف الذي صدر من محمود يخلي بنت عاقلة متعلمة مثقفة بتتعامل مع عمال وحدادين و لأنها ست بتعمل عفش وبتاع يعني مش بنت فرفورة ولا صغيرة ولا كده محتكة بالمجتمع إنها تفتح عربية على سرعة 100 وهي تعلم تماما إنها هتتشوه بدليل إن مامتها بتحكي لي امبارح إنها حطت إيديها على وشها وهي بتنط لأن لقوا كفوف إيديها كلها متقطعة. يعني عارفة انها هتتعرض لانها ممكن تموت. خلاص ايه التصرف؟ هو بيقول انا طلعت برفان رشيت على نفسي. حضرتك لو انا راكبة عربية واحد قدامي رش برفان على نفسه هيجي في بالي انه بيخدر نفسه؟ لا طبعا. فهنط؟ لا. طيب انا بالنسبة لي دي قصة خايبة اتقالت. احكي لنا قول لنا اتخانقنا قول لنا شدنا في الكلام قول لنا قالت لي قفه قلت لها هكمل الرحله قول اي حاجه تخلي في حاجه تخلي واحده تنط لو انت ما اجرمتش. عظيم جدا عظيم جدا. كلام حضرتك طبعا كامل الاحترام والتقدير وفي محله. احنا طلبنا من المحكمه الموقره ان هي تفرغ مده الرحله اللي المرحومه حبيبه كانت متواجده فيها وتفرغ التليفونات بتاعه المرحومه حبيبه
وتفرغ التليفونات بتاعه السائق، هنلاقي ان الرحله حضرتك لم تكتمل ال 11 بالظبط. التسع دقائق المرحومه حبيبه عملت مكالمتين مع صاحبتها وبعدين مع مامتها، والمتهم محمود كان بيكلم زوجة الدكتور اللي هو بيشتغل معاه سائق خاص، وهو بيكلم الدكتور مرات الدكتور وبيقفل معاها الخط، رش على نفسه رشة برفان واحدة، حس فيه هوا في العربية ورا، بيبص ورا لا حبيبة نطت. أصدقه يا فندم. إزاي يا فندم؟ أصدقه. إزاي يا فندم؟ طب حضرتك، هو هناك بعض العوامل التي تكون أثرت في ذلك. إيه هو؟ إيه بقى؟ الخوف الشديد. ليه من إيه؟ ليه من إيه؟ حضرتك المتهم في سباق أو عند 15 18 سنة كان بيشتغل في مصنع للبلاستيك، وهو أثناء عمله تم مكنة البلاستيك شفطت إيده، فعنده بتر في صباعين في الإيد اليمين. فممكن حضرتك ان هو ترتيب الاحداث زي ما حصلت تفهم بفكر خاطئ او بطريقه خاطئه، بمعنى ان واحد بيتصرف تصرفات طبيعيه ممكن الاخر لو رتب هذه التصرفات تؤدي. دي اي يو سي جراديوت، دي مخرجه من الجامعه الامريكيه، يعني انا حتى لو انا شفت واحد بيرش برفان وشايفه ازازه برفان تمام ومدركه تماما دي ازازه برفان ولا مش ازازه برفان تمام، خلاص هفتح الشباك هطلع راسي تمام مش هنط تمام جدا. طب وهل من المنطق حضرتك ان هي تنط وداخله على كارتة السويس ما بينهم وبين كارتة السويس 50 متر بالظبط؟ انا بقوله لك يعني ده هنا اذا ده ما كانش مركزه. لا يا فندم اكيد كان حصل حاجه جوه العربيه حضرتك، هي مش مركزه 50 متر. انا 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 مع حضرتك، وبعدين هقول لحضرتك حاجه ثانيه في هذا السياق، راح حاجه ثانيه بالنسبه للشكاوي اللي متقدمه ضده قبل كده. عظيم. اللي منها تحرش. عظيم. ايه حضرتك تبرر مين اللي مقدمها حضرتك؟ مين؟ شركه اوبر. مش شركه اوبر دي اللي في اول القضيه قالت هو عامل 4000 رحله وتقديره 5 نجوم؟ اه. ومدى مصداقيته للشكاوى بتاعت اوبر دي ايه؟ ثاني ايه يعني مدى مصداقيتي للشكاوي بتاعت اوبر؟ وهي هتبقى ضد السواق ليه؟ لانها بتحمي الشركه. بالعكس. طيب حضرتك نسال سؤال. بالعكس. طيب يا فندم حضرتك ال 13 شركه دول يدينوها، انا حضرتك محامي. يا فندم ماشي، حضرتك محامي. يا فندم ماشي، انا طلبت من المحكمه الموقره ده 13 شركه دول يدينوهم هم. يا فندم انا اول طلب ليا يعني في واحده تقدمت بشكوى تحرش حيه ترزق. يا فندم ماشي، موجوده في بطاقتها بالاي دي بتاعها في شركه اوبر. انا هستنى لما حضرتك تخلصي خالص وهرد. صح ولا لا؟ صح يا فندم. اكمل يعني. بقى نفس الشركه اللي نقضت الشكاوي دي، مش انا، ورق القضيه كله موجود، نفس الشركه اللي نقضت القضيه دي لما الشركه اتحقق معاها في النيابه العامه. ليش دعوه دلوقتي في الشركه؟ انا بس احب سؤال، هل تم تقديم شكوى تحرش ولا لا؟ لم تكتمل الشكوى في الولد ده. لم بس تكتمل. تم تقديم. لم تكتمل. هل حبيبه تعرف الشكوى؟ هل حبيبه تعرف البنت اللي قدمت الشكوى دي؟ متفقين مع بعض يعني؟ يا فندم لازم نتفق في حاجه، الشكوى تكتمل بتحرير محضر شرطه، انما طالما الشكوى كيديه. انت حضرتك بتتكلم عن القانون صح؟ انا مش بتكلم عن القانون، انا بتكلم عن الواقع. لا يعني انا النهارده ركبت اوبر تمام خلاص تمام. وواحد عمل اي حاجه فيها مش لطيفه تمام، فقدمت شكوى لاوبر تمام، هل معنى ان انا ما روحتش للاسم كبرت الموضوع ان الشكوى مش حقيقيه؟ انت بتقول لي كده؟ انا ما اقصدش كده خالص. لا الشركه يا فندم هي اللي قالت كده، لما النيابه العامه بتسال الشركه ايه اللي اتخذتوه في الشكاوى ديا، قال له بنفس اللفظ، قال له معظم الشكاوى بتكون كيديه لخلافات ما بين السائق والراكب، فاحنا بندي بيانات السائق وبندي بيانات العربيه للشاكي وبنقول له توجه للاسم والشركه هتيجي معاك تدعمها. يعني يحصل 13 شكوى فيهم مخدرات وفيهم تحرش خلاص بالصدفه ويجي يوم من الايام تنط واحده من العربيه صدفه عشان كانت فاكره انه هيخطفها؟ كلهم كايديين كارهين محمود، متغاظين من محمود، عايزين متضايقين من محمود. عظيم جدا يا فندم. وهو محمود ما عملش حاجه؟ كلام حضرتك محمود ما عملش حاجه؟ كلام حضرتك يحترم جدا. انت بتقولي 13 شكوى، محمود عمل كام رحله؟ في الرحلات كلها؟ اه في اوبر. انت بتقول بيشتغل بقاله سنين؟ اه فوق ال 7000 رحله. يبقى ال 13 شكوى كام في المية؟ مش مهم. يعني ازاي مش مهم؟ مش مهم. لا حضرتك احنا بنتكلم على سلوك. لا ما بنتكلم على سلوك حسام حسن على فكره، ابو ابراهيم حسن ابنه كان في واحد عامل 10000 رحله ونزل ضرب ابنه عادي. يا فندم ماشي،
مفيش حاجه اسمها كده. يعني حضرتك مثلا عملت 500 قضيه وخسرت قضيتين عادي، عادي جدا نغضب لحضرتك، بس بيبقى احنا بنتكلم على سلوك، احنا بنتكلم على سلوك. حضرتك عايزه 7000 رحله يعمل تحرش يعني؟ لا مش 7000 رحله، لو ده طبعه هنقول مثلا 2000 رحله و5000 سلم و2000 اكيد. لا يا فندم، لان ممكن حياتك ناس تشتكي وناس لا اصلا اساسا. ما هو حضرتك معظم الشكاوى ده لا اما لغى مشوار عشان بس مشوار الناس طويلة. المحترمه هتعمل 10000 رحله مش هيجي فيهم ولا شكوى، مش هيجي فيهم شكوى تحرش، مش هيجي فيهم شكوى انه كان بيشرب سيجاره حشيش. حضرتك شايف ان دي شكوى عاديه؟ اسالك سؤال حضرتك واخده بال حضرتك من وجهه نظر اخر، هل انت شايفه ان في بنت بعد ما خلصت الرحله بتاعتها وهو على سبيل المثال اتحرش بيها انها تبعت للشركه تقول انه اتحرش بيها من غير ما تحرر المحضر؟ ايه الفايده؟ ايوه طبعا. يبقى احنا حضرتك كده بنتكلم على سيستم شركه. يبقى انا لما طلبت من المحكمة حضرتك بتبرأ محمود من ال 13 شكوى ومن كل ده. مش ببرأ محمود يا فندم، ان ده كله ده ما حصلش عشان الناس ما راحتش عملت محاضر. لا يا فندم. طيب انا دلوقتي بالنسبه لي حضرتك اللي نطت على سرعه 100 دي ما عملش هو اي حاجه خالص خالص خالص، فالبنت فتحت الباب وخرجت. طيب حضرتك الدعوه اهي قدامنا كلها. انا بسالك سؤال. لا انا قريت القضيه. لا انا بس مفيش دليل الا انا حضرتك كأب. حبيبه رحمه الله عليها لديها من المبررات الكافيه والدامغه والقاطعه ان هي تاخد قرار وتنفذه. ده ما خدتش قرار حتى وترددت فيه، ده خدت قرار ونفذته. ده لازم تكون حاجة حصلت مع حضرتك اللي هي ملهاش حل. مع حضرتك تمام ملهاش حل. مع حضرتك تمام. انت بقى لو لان البارفان ليه حل، اطلع من الشباك افتح الشباك اتكلم في التليفون الو اعمل اي حاجه، لكن اللي حصل في دقيقتين اني اخد القرار اني افتح الباب وانط دي تكون حاجه جامده. اوضح لحضرتك في نص دقيقه بقى. اه حبيبة رحمة الله عليها لديها من المبررات الكافية لاتخاذ القرار وتنفيذه، ده شيء أكيد لأنها بني آدم عاقلة وسوية. عملت أنت إيه بقى يا محمود خليها تنط؟ ترتيب بقى الأحداث اللي حصلت اللي كونت العقيدة عند حبيبة من فعل محمود. أكيد قال لك الحياة بينك وبينه. والله 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 محمود ما تحدث مع حبيبة حتى بالكلام، ولكن الافعال اللي حصلت لمحمود ايه بقى؟ ايوان اللي يترتب عليها تكوين خاطئه يعني معلومه خاطئه عند حبيبه رحمه الله عليها ايه؟ حس بالساعه قفل الشباك بتاعه، بعد كده ريحه العربيه مش حلوه رف البرفان وصوابعه الاتنين مقطوعين، هي كودت عقيده ان دون شخص اجرامي بيرتب لخطفها بدليل. ممكن انا قلت كده في المحكمه، قلت في انسان شكله الواحد بيشوفه ما بيسترحلوش فقفل الازاز وبعد كده برفان، وهو بيعمل البرفان صباعينه الاتنين مقطوعين اسمراني امحاوي مش ابيض، هي كونت عقيده ان دون شخص اجرام. نرجع للورق مفيش دليل ايه ده. ما رشش يبقى ما رشش برفان على نفسه. ما هو رش برفان على نفسه. لا هيخدر نفسه فهيتنط. طيب عظيم جدا يا فندم يا فندم يا فندم يا فندم، عاوزين بس نقف هنا نص دقيقه في موضوع البرفان. انا قررت. هو مين قال ان موضوع البرفان ده حقيقي اصلا؟ مين قال يعني موضوع البرفان ده مش اقواله هو؟ ما اقواله هو. احنا عندنا اي اثبات تاني من اي حته تانية ان كان فيه برفان اصلا؟ وفي اي اثبات عن الخطف حضرتك؟ يا فندم القدوة الوسط. في اثبات على الخطف. ايه يا فندم؟ ان في ست نطت. في ست نطت. حصل لها ايه الست؟ ماتت. يبقى لا اما قتل خطف. وقالت قبل ما تموت. عظيم. لحد بشاهد. ايوه. انا كنت بتخطف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم ورب تكونوا بخير. يعني أحب أعرفكم بنفسي، أنا عمرو بلال أخصائي تربية خاصة وكنت الشاهد على قضية حبيبة الشماع. اللي حصل يومها إن أنا ماشي على طريق مصر السويس ومعايا سواق بتاع الشغل، فالسواق فجأة لقيته بيقول لي في بنت فتحت الباب بتاع العربية، فأنا ببص كده لقيت بنت بتتحرك على الطريق لسه بتتشقلب على الطريق، فقلت له واقف بسرعة على جنب، هو واقف بسرعة على جنب وأنا رحت لها، فبقول لها إيه ده إيه اللي حصل؟ قامت قايله لي اوبر كان بيخطفني وانا نطيت من العربيه، هي ما قالتش غير كده. فقلت لها طيب قومي بسرعه علشان نيجي على جنب الطريق عشان العربيات هتخبطك، قالت انا مش قادره اقوم. فشلتها وجينا على جنب الطريق، هي من نفسها قامت قايله تليفوني تليفوني، فهي مسكت تليفونها يا دوبها كان يعني حد ربنا يجازيه خير جاب تليفونها والكوتشي والكاب والحاجات اللي هي كانت موجوده معاها. هي مسكت التليفون من هنا هي فتحته وبعدين ما قدرتش حتى تتصل، عماله انا عايز ارجع ومش قادر اقف. هي بدات تدخل في نوبه تشنج،
انا مجالي ذوي احتياجات خاصه وبتعامل مع اولاد ذوي احتياجات خاصه بيجي لهم تشنجات ونبات صرع كتير، فعملت الاجراءات اللي انا اعرفها واللي قدرت عليها وحطيت صباعي في بقها علشان هي تقدر تتنفس يبقى فيه مخرج، لان انا عارف ان هي هتقفل سنانها خالص يبقى فيه مخرج تتنفس منه. بس انا قلت اللي هي مثلا ايه هتتشنج مره هيجي لها نبض صرع مره وخلاص، فلقيت الموضوع متزايد بطريقه يعني ما تتخيلوهاش. جالها 12 او 13 نبض صرع وتشنج ورا بعض. انا بسرعه يعني في ظل في النص كده قمت قايل الموجودين معايا في العربيه قلت لها اتحركي بسرعه على اقرب مستشفى لان الموضوع شكله صعب وهي مخبوطه في دماغها. انا بشوف بقى دماغها فيها ايه، ببص هنا ببص هنا ببص، لسه بعمل كده لقيت ايدي دي كلها دم. طيب حضرتك هل يجوز المحكمه استناد على الاستناد على شاهد واحد في القضيه ليه ثلاث روايات، الثلاث روايات متناقضين؟ يعني ايه؟ لا يا فندم الورقه اللي بيقول كده. لا 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 انا من غير ما تقول حاجه خالص. هي نط ما نطت ده شيء مسلم بيه خلاص، هي كده قالت لي اقوالها. اه يعني لو هي نطت على هي نطت هو انا بالنسبه لي اللي حصل اقوى. يعني لو انا لا قدر الله بنتي هقول ده يترفع عليها مطوه، ده يمسك حاجه مثلا مش المفروض يمسكها، عمل تصرف اللي هو ما فيش احتمال ان يقعد معاه في العربيه ثانيه. كلام جدا، كلام كلام ملهاش تاني، كلام توقع حضرتك مش توقع، ده اكيد. لا مش اكيد، لا اكيد، لان واحده على سرعه 100 وهي تدرك تماما. عارف حضرتك لو احنا بنتكلم على انسانه بسيطه او بنتكلم على ست كبيره في السن مثلا ما اتعلمتش مثلا، لكن احنا بنتكلم على بنت عاقله متعلمه مثقفه مدركه كل حاجه، لازم تمام. تكون حصلت حاجه اجبرتها على هذا التصرف السريع اللي هو ما ينفعش افضل مع الراجل ده ولا دقيقه في العربيه. عظيم. انا دلوقتي واحد بيرش برفان على نفسه على نفسه، مش حد بيخدر نفسه، لازم بقى اكون رشيت كده تمام ولا ايه؟ تمام. هو بيقول لا انا حطيت برفان. انا هسمع حضرتك خالص واديني الفرصه. بيقول انا حطيت برفان. تمام يا فندم. طب حضرتك شايف كده، حضرتك شايف ان حد يحط برفان في الثانيه؟ طيب. بعد هذه الحادثه بثلاث ايام واحده رمت نفسها من عربيه اوبر في 6 اكتوبر والسواق اتوجه من الحادثه بتاعت محمود وخطا محمود وما توجهش للاسم، اتوجه لاسم الشيخ زايد. تمام. انا بتكلم دلوقتي على حادثه حصلت فيها بنت ماتت، ولا كان في ترند ساعتها، ولا كان في حاجه مشابهه، ولا فمالناش دعوه بحاجه اللي حصلت بعد. حبيبي انا ليا دعوه دلوقتي باللي حصل دلوقتي. عظيم. في واحده نطت على سرعه 100 عشان تصرف حصل، واحد هيرش برفان هي هتبقى فاهمه انه بيخدر نفسه؟ لا هي مع حضرتك هي اعتقدت ان ده مخدر بيدرش على نفسه. ما هو ده الكلام اللي اتكلمناه في المحكمة. نفسه. ما هو الكلام ده اللي اتكلمناه في المحكمة. هل لو ده مخدر هينايم رحمة الله عليها حبيبة مش هينام هو؟ ما هي مش مش هي مش غبية كده. لا يا فندم هو يا فندم قصة البرفان دي قصته. دي قصته. قصته هو. طب حضرتك تعرفي تقولي لي حبيبة خدت القرار في وقت قد إيه؟ دقيقة. لا. ها دقيقتين؟ أقل من دقيقة. بالظبط. عظيم. انا تصوري ايه؟ عظيم عظيم. طب القرار اللي اتخذ انا تصوري ايه؟ اه ان هو عمل حاجه. عظيم جدا. طب القرار اللي اتخذ في 30 ثانيه يبقى ناتج عن ايه؟ عن تصرف. لا امال ايه؟ يبقى ناتج عن تصرف لا استطيع معالجته. تاني؟ اه لو حد بيمسكني في علم الاضراب إيه؟ عن تصرف لا استطيع مقاومته. آه. يعني ايه؟ هكون نمت. انما لو حط ايده افتراضا. لا يا فندم. يا فندم لا يا فندم احنا بنتكلم عن بنت عندها 23 سنه، حضرتك زي ما بتقول حد شكله مخيف ماشي على 100 قفل الشباك. عظيم عظيم عظيم. انت كده بتخليني في نص كلامي وبتقطعي عليا. لا انا دلوقتي بشير. لا بتقطعي عليا. اكمل لا اكمل المعلومه. حضرتك بتسالني. لا حضرتك النهارده عشان انا اتخذ قرار في 30 ثانيه في دقيقه وانفذه يبقى بعد المدة الزمنية دي أنا مش هستطيع التصرف مع الموقف. لا لا مفيش حد. لا مش حقيقي. طب حضرتك همشي مع حضرتك. مش حقيقي. طب حضرتك ماشي. يعني هو حط إيده يعني هو ساب العربية. لا أنا بقول لحضرتك ممكن ندي افتراض. لا أنا قصدي أقول إن إحنا ما نفضلش نتكلم على فريم موضوع البرفين ده. لا يا هدي حضرتك حطي لي موقف وأنا هرد عليكي بالمنطق. لا انا ما اقدرش. مدي ايده عليها. انا ما اقدرش. هتزق ايده وتلويله ايده يا ولا تنط بجد حضرتك شايف هذا؟ طب انت متخيله حضرتك؟ لا 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 ثانيه. حضرتك شايف هذا الطول والعرض واحد سايق عربيه وقفل الشبابيك وماشي على 100 حط ايده هلويله دراعه؟ حضرتك بتتكلم على حبيبه. طب انت من مطلق كلام حضرتك من مطلق كلام حضرتك
بالوصف اللي هو كان عليه كده يستطيع يمد ايده ورا؟ ما هو مدها قبل كده. مدها قبل كده امتى؟ مدها قبل كده في الشكوى. وكان ساعه على 100؟ ساعه على 500. ايه عامل كده؟ لا ما هو اذا كان كل المبررات حضرتك يا فندم التوبه، هو مش في مبررات حضرتك، في واحده ماتت يا فندم عظيم. انت هو اثبات، الاثبات على ان حاجه حصلت جامده ان في واحده ماتت. لا ما هو حضرتك وهي كانت عارفه انها هتموت. احنا بنتكلم على الاثبات. لا يعني هي مدركه انها حاطه احتمال انها هتموت. ماشي ماشي يعني فضلت انها تموت على اللي بيحصل لها في العربيه. حضرتك ايه بقى اللي هيكون بيحصل لها في العربيه؟ بس عايزين محمود يقول لنا بقى. ما هو محمود يقول انا ما عملتش حاجه وهي توفت. الله يرحمك. هو حضرتك محامي بقى ده؟ لا انا بقالي انا راجل كبير يعني 53 سنه. في متهم قبل كده قال انا عملت؟ بص حضرتك حضرتك رد عليا. انا مبدئي حضرتك بقالك 53 سنه يا فندم. انا شفت حضرتك والله حد مثلا قتل؟ قال انا قتلت؟ والله العظيم هرد عليك واقسم بالله هذا ما افتعلته في قضيه محمود. لما جت لي القضيه انا كرجل قانون ما عنديش خلفيه كامله بالناحيه الطبيه، فابتديت اسال على موضوع الاسبيراي اللي بينيم، وانا من المحامين اللي بتشكك لا ان لا المتهم هو متهم. لا هو حضرتك فاهم ان انا فاهمه ان هو رش سبراي نايمها خالص؟ لا ما هو محمود قال لي والله ما قال لي خالص. ما قال لي والله ما قال لي حاجه غير ان هو رش سبراي. لا خالص يعني انا بقول لحضرتك ان دي اصلا حاجه مختلطه يعني ده يعني لا. ولو هو رش سبراي هيرشوا عليها مش على نفسه يعني. هي هتنط عشان هو رش عليها مش على نفسه. هي هتنط عشان رش على نفسه عشان هيخضر نفسه؟ اكيد لا اكيد لا. يعني في مليون تصرف تاني تعمله، مليون تصرف تاني تعمله. البنت دي كانت عارفه انها هتموت. البنت دي نازله حاطه ايديها على وشها عشان لما تتخبط. البنت دي عارفه مدركه يعني ايه تنط على طريق عام على 100 يا فندم. عارفه انها بتموت يا فندم. يا فندم يعني هو اتحرش بيها في العربيه؟ يعني انا عاوز برضو اوصل معاكي. انت رايك ايه؟ لا ما انا عاوز لحضرتك انت. انا بس حضرتك عندك بنات؟ نعم. حضرتك عندك بنات؟ لا ما عنديش بنات، بس انا يكفيني كميه القواضي اللي بنشتغلها. لا كنت هقول لك يعني لو انت بنتك نطت من عربيه على سرعه 100 تفتكر ايه اللي يجبرها تنط في نفس الحادثه؟ ما هو حتى لو يا بس يا لو مراتك يا استاذه ريهام، لو مراتي يا استاذه ريهام، لو مراتك دلوقتي مراتي ماشيه في اوبر عظيم على سرعه 100 هتخاف اكيد تنط؟ نعم يا فندم هتخاف. ايه تنط؟ هتخاف تنط. ايه اللي ممكن يخوفها في العربيه اكتر من انها تنط؟ ما ده السؤال ده اجابته عند حضرتك. السؤال لا انت قلت الاجابه في الاول يا فندم. انت قلت في الاجابه السؤال الاول. اجابته موجوده. بص يا فندم احنا اتعلمنا بالمنطق ان كل فعل رد فعل. واخده بال حضرتك؟ انا لو حصل لي كده انا ما عنديش غير اني انط، ما عنديش حاجه تانية. وجهات نظر مختلفه. امال هعمل ايه؟ وجهات نظر مختلفه. امال هعمل ايه يا فندم؟ واحد هقعد اضربه يعني مثلا؟ يا فندم واحد هتحرش بواحده بالعربيه اللي هي ملك. انا ما قلتش. هو احنا ليه قلنا نتحرش؟ انا برد على كلام انا بقول لحضرتك احنا مش عارفين. احنا مش عارفين. لا ما هو انا زي ومش هنعرف. يبقى زي يبقى لكن يبقى زي الناس لكن مش هعرف. لكن ان يتقال لي ان انت طلعت ازازه بارفان رشيتها على نفسك فهي نطت، لا مش هصدق. طب ما حضرتك هنخلص الموضوع دوت. مش هصدق يعني. لو كنت قلت لي حاجه منطقيه انا كنت صدقتها. لا انا بقى صدقت القصه دي فعلا لان هو المتهم ما قاليش ما وريليش غيرها، ولكن انا ببص لها. انا لما باخد القضيه عارف لو قال لي انا رشيت في الهواء يعني، عارف لو قال انا قفلت الشباك ورشيت كده ممكن اصدق. ما هو بص حضرتك مفيش حد بيطلع نفسه مدان من البراءة وان هو ما عملش الفعل وما ارتكبش كذا وكذا وكذا. دول اعتدنا 90% من القواضي اللي بتجينا بيبقى عامل العاملة بتاعته بيقول لك انا بريء. فانا دائما وابدا بحط يا حياتك بتقول انك هتجيب البراءة لمحمود؟ لا انا ما انا لي انا عليا الاجتهاد بالدفاع، انا لست محكمة. لا انا قصدي اقول ان حضرتك يعني عندك من الشواهد وكده ان هو بريء صح؟ القضية يا فندم مش انا. انا قصدي القضية مش انا. مش كده بقول لحضرتك انت شايف ان في الاستئناف هياخد براءة؟ هو بص حضرتك لازم نوضح القضية الأول. القضية فيها أربع اتهامات. مخدرات؟ مخدرات دي ليها شقين اللي هو التعاطي. المخدرات دي مش مأثرة مع حضرتك خالص؟
لا مقصرة معايا ازاي؟ مش مقصرة معايا. مش مقصرة معاي. يعني تدل على سلوك الشخص؟ لا مقصرة عليا انها تدل على سلوك الشخص، بس التحليل المخدرات جاي فيه ايه؟ حشيش. طيب حضرتك يعني في حاجة اسمها يعني انا عشان اصحح حاجة اجي اقول لك يا فندم انا ما بقولكيش غلط، انا ما بقولكيش ده صح. لا يا حياتك لا انا ما بقولكيش ده صح يا فندم. لا انت انا للاسف يعني ده مش بيدل على السلوك. انا مش عارف اكمل جمله. ما لا خالص. ليه ليه يا فندم؟ خليني اكمل بس كلمه. انا مقصد كلامي ايه من الحشيش؟ ان انا ابرر الحشيش او ما اعاقبش الحشيش؟ لا سواقين مش سواقين معانا. ده طلبت يا فندم اوبر. بسألك. لا يا فندم سواق ما يشربش. لا يا فندم مين قالك ان انا معاه في شرب الحشيش؟ او مين قال ان انا ما بدنوش في شرب الحشيش؟ انا بقول لحضرتك ان شرب الحشيش في القضيه شقين، شرب تعاطي الحشيش نفسه وقياده مركبه تحت تاثير مخدر. دول اتهامين، والاتهام الاولاني يعني هو كان تحت تاثير مخدر. نسبتها ازاي يا فندم؟ جهات التحقيق ما اثبتتهاش. يعني ايه؟ مش بتبقى نسب حضرتك؟ حضرتك الحشيش بيبان في البول خلال 3 ايام، في الدم خلال اسبوع، في الشعر خلال شهر. لو نفترض ان انا يوم السبت واحد شرب سيجاره حشيش، سيجاره الحشيش تؤثر في الشخص المدخن لها من ساعتين لثلاثه. ده مين قال حضرتك كده؟ نعم مين قال حضرتك كده؟ ابحاث يا فندم. لا هو حسب قد ايه؟ حسب قد ايه؟ لا انا بوضح، انا بدي مثل مش بوضح حاجه. لا مش ساعتين ثلاثه ولا حاجه. ممكن حد يفضل تاني يوم، مفيش حاجه اسمها كده. ده الخمور حضرتك ممكن تفضل 48 ساعه، فسجاره الحشيش هتفضل ساعتين. ده تاثيرها يا فندم في الدم وفي البول. لا انا ما بتكلمش على التاثير العقلي، انا بتكلم على التاثير مش العقلي. مش حاله السكور. لا انا بتكلم على التاثير العقلي. لا التاثير العقلي حضرتك الحشيش من ساعتين لثلاثه، سجاره الحشيش شرب 2 3 4 يبقى ممكن كل ساعتين قبل الساعتين ما يخلصوا يشرب سيجاره تانية، يبقى يفضل طول عمره متاثر بالمخدر. انما لو على افتراض ان هو شرب سيجاره حشيش يوم السبت وافتعل جريمه يوم الاثنين، تحلل له الثلاث او الاربع، طلع نتيجه التحليل دوت بتاع السيجاره اللي شربها يوم السبت، يبقى الجريمه اللي افتعلها يوم الاثنين كان تحت تاثير مخدر. ده لو شربها يوم السبت يا فندم. ما حضرتك زي ما بالظبط حضرتك زي ما بالظبط واثق ان هو شرب يوم السبت او مش يوم السبت. لا انا بدي مثلا يا فندم. ما حدش واثق انه مش شربش يوم الاثنين يا برضه. فندم قياده يعني اللي يشرب يوم السبت يشرب يوم الاحد يشرب يوم الاثنين يا فندم. قياده المركبه تحت تاثير مخدر من قضايا التلبس يا فندم. نقطه من اول الصف. هو يوم السبت ما قامش باي عمليات اوبر سواقه يا فندم؟ ده كان قبليها بساعتين او بساعه مع الدكتور اللي بيشتغل له سواق خاص، والنيابة العامة مشكورا سألت الدكتور قال كان فايق وعلى كامل مهامه وراح معايا كل مشاويره قبلها بساعة. وهو مش محظوظ يعني، هو للأسف مش محظوظ لأن هو كان أصلا مفروض ما يسيبش الشغل في الوقت ده. بس ماشي مش محظوظ، هو ربنا ما سطرهاش معايا. لا أصل أنا ما أقدرش أتحمل ان هو مدان. انت حضرتك واخده سكه ان هو لا مدان. لا 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 ثانيه واحده بس حضرتك. لا ثانيه واحده بس حضرتك. احنا في منتهى المهنيه. ما قبل الحكم كنا بنتكلم بصيغه انه متهم بريء حتى تثبت ادانته. عظيم. ثبتت ادانته حضرتك وهناك حكم محكمه. عظيم. ليس فانا بتكلم ليس لا 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 بس هقول لحضرتك حاجه. طب الاستئناف انا الاستئناف يبقى بريء، لكن هو دلوقتي حالا مذنب ولا حضرتك عندك راي تاني؟ ده لا شيء. لا 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 عشان حضرتك بتقولي حضرتك لا عشان حضرتك بتقولي بس حضرتك واخده سكه. لا انا مش واخده سكه. لا انا واخده حكم محكمه يا فندم. يا فندم حكم المحكمه بس يحترم. وحكم المحكمه لو في الاستئناف بريء هنتكلم على انه بريء. حكم المحكمه يحترم، ولكن طبعًا. حضرتك احنا مفيش سكه واخداها حضرتك. لا يا فندم لو انا واخده سكه مش هستضيف حضرتك يا فندم. يا فندم يا فندم يا فندم القدو والفصف يا فندم بتاع القضيه غلط. اه احنا بنتكلم يعني احنا عاوزين برضو نتكلم في القانون ولو بعض الوقت. اتفضل. تهمة الاسناد غلط، التحقيقات فيها بطلان. بمعنى حضرتك التهمة المتوجهة الاولانية ليه ايه؟ شروع في خطف بالاكراه. ما هو الشروع؟ هو عدم اكتمال الجريمة لظروف خارجة عن ارادة الجاني. بالظبط. يعني الجريمة ما اكتملتش. أوه. طب انا عايز اسال المبني عليه يعني ايه؟
عايز اسال مبني عليها. ما هو الشروع يا فندم يعني الجريمه ما اكتملتش. لا ما دي حاجه بقى كده. دي واخده بقى حضرتك دي ثغرات. مش ثغرات يا فندم يا فندم. لكن يا هي فندم هي بينطبق عليها كده. حصل ظروف ما اكتملتش الجريمه لان البنت ماتت. عظيم. البنت يا فندم ماتت. نبقى نحن بصدد قضيه يا اما يعني قتل خطا يا اما قتل عمد. يعني عشان ماتت ما فيش شبهه جنائيه يبقى قتل خطا. لا يا فندم جنائية زي حضرتك يا مناطق يا فندم. ده الشبهه الجنائيه لتحريات المباحث هي اللي قالت كده مش انا. ان ما فيش شبهه جنائيه. انا بتكلم حضرتك من واقع الكلام اللي في القضيه. الشاهد الوحيد اللي حضرتك بتتكلمي عليه يا فندم يا عدم جواز. انا على فكره انا ما اعرفش محمود خالص. ما ده شيء طبيعي طبعا. مش ضده خالص. لا انا بوضح بسرعه. لا انا بقول لحضرتك يعني انا مش ضد محمود خالص. وعلى فكره اولاده دول مضايقني جدا. قضاء الله وقدره. ومراته يعني بتبطها دي برضو مضايقاني جدا. بالظبط. ولكن برضو لو انا بنتي اللي في الموقف ده خلاص. ما بنتي زيها بالظبط زي نفس عمرها بالظبط. انا مش هصدق انها ماتت عشان هو رش برفان. انا اسفة. وحضرتك انت لك مبرراتك وتحترم. لا مش انا. اي حد وانا لدي ما قاله للمتهم. يعني قولي قصة افهمها. لما تكون عندي قصة. مش حضرتك. ايوه او هو ممكن. هو. اصل هو. يقولي قصة افهمها طيب. بص حضرتك. هو اللي حصل رواه. بدليل ان الناس اللي بيشتغل معاهم. انا بالنسبة لي. بيشهدوا له. بغطي جرائم بقالي 25 سنة. لما حد يحكي لي حاجة تبقى مش منطقية او رد فعلها مش منطقي يبقى في حاجة واقعة في النص. عظيم. طب الحاجه اللي واقعه دي مش احنا ممكن نحلها. يعني نستفاد من هذا الخطا. نعتبر ان القضيه دي خطا. مش نستفاد من هذا الخطا. انا طلبت من المحكمه الموقره ان شركه اوبر تخش متهم تاني للاهمال والتقصير. ليه يا فندم؟ احنا حضرتك على فكره هم اهل حبيبه متهمينها برضو بالاهمال والتقصير يا فندم. ماشي. مع المحكمه الموقره ما نزلتهاش في متهم تاني. ليه يا فندم؟ التطبيقات دي ليها شروط وكلنا بنسافر بره بنعرف ان التطبيقات دي في كل عربية كاميرا بتسجل الرحلة. هو ما زورش الورق بتاعه؟ انا لسه ما اطلعتش على موضوع التزوير. بس تزوير يعني فيما فحواه ان ده على علم بشركة اوبر وكل سواقين شركة اوبر الاكاونت بيتقفل وبيغيروا الاكاونت تاني. انما هو زور في 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 اسمه الرباعي على ما اعتقد. زي ما هو اسمه الرباعي العربيه هي ارقام العربيه هي بيانات العربيه هي. فانا مش عارف بالظبط هو التسوير في ايه. ممكن يكون في رقم قومي مثلا او في حاجه زي كده. انما الاسم الرباعي زي ما هو. والفيش الجنائي اصلا هيزور في ليه في الفيش الجنائي؟ الفيش الجنائي معلهوش حاجه اصلا. ازاي معلهوش حاجه في الفيش الجنائي؟ وقضيه المخدرات دي ايه؟ ايوه يا فندم طبعا. الاتهام بحكم. يعني عشان اقول دون أيوة عليه سوابق بحكم. أيوة. انما الاتهام النيابه العامه لها سلطه الحريه بما انها سلطه اتهام تتهم اي حد. أيوة. والمحكمه تبرئ. دي قضيه ما يعرفش عنها حاجه غير لما وقف في الشارع شرطه وقفته طلع عليه حكم راح طلع ان قضيه ملوش علاقه بيها والمحكمه برئته. حياتك. اخر سؤال عايز اساله لك. تحت امرك. مقتنع ان حبيبه نطت من العربيه عشان هو رش برفان؟ مقتنع. واللي بيأكد لي الاقتناع دون ورق القضية والتحقيق. مش برفان على هدوم. مقتنع يا فندم. فهي مع حضرتك بيخدر نفسه يعني. يا فندم اديني رواية تانية وانا ارد على حضرتك. انا الاول قبل ما المحكمة تدينه قلت ان هو كان معلي كاسيت قوي زي ما كانت هي بتقول وقالت له وطي. لا ده حصل فعلا. وبعدين قفل الشباك وعمل حاجة. عمل حاجة دي بقى ايه ما اعرفهاش. رش البرفان. يبقى مش على نفسه. والله على نفسه. يبقى مش على نفسه. لا. والله على نفسه. لا. واقسم بالله واليمين على كلامه ليا. مش كلام انا. رشة واحدة ما رشش التانية. يا وهي ايه يا جماعة بس وهي مجنونة يعني ايه ده؟ لا ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ يا فندم انت يا فندم ما تطلع راس تفتح الشباك. يا فندم ما تزعق للناس تعمل اي حاجه ما ترميش نفسها. طب وهو ايه حضرتك اللي ممكن يعمله يخلي كتير قوي ايه التصرف الواحد كتير قوي ممكن ارصها حاجات كتير جدا جدا ممكن وهو سايق وهو سايق 100 كيلو طبعا وداخل على الكارته بعديها ب 50 كيلو ما هي مش شايفه بقى كارتات هي مركزه في اللي جوه العربيه لو هي يا فندم مش شايفه فالفاعل شايف
لا انا مش بقول يعني هو سيء. لا مش انا بكلمك بصيغه ان هي جالها ايحاء بحاجه مش حقيقيه. انه يكون عمل حاجه هي فهمتها غلط. انا ماشي بطريقه كده. نحن نخاطب العقل يا استاذتنا الفاضله. نخاطب العقل مش ممكن يكون رشفه فعلا. ان انا لو هفعل شيء مش هفعل شيء ابدا وانا داخل على الكارت كمان 50 كيلو. انا بقول لحضرتك وده للمحكمه. ده 50 متر ما بينهم وبين الكارت. وده للمحكمه هتحدده في الاستئناف ان شاء الله اذا كان بريء او لا. في حاجه هو مش حكيها. طيب حضرتك لما تكون مده الرحله هي بتتكلم في التليفون وهو بيتكلم في التليفون يبقى فعل ايه؟ في حاجه هو مش حكيها. مش كده بقول لك برده مفيش المقدمه اللي تخوفها. هو بص حضرتك انا هتكلم معاك بمنتهى الامانه. الخوف يا فندم خوف تدريجي عند الناس. يعني انا النهارده عشان اقرر قرار زي ده لازم اكون قاعده متحفزه بفكر هعمل ايه. طبعا صح؟ طبعا. يعني لو انا بفكر ان انا نط من عربيه على سرعه 100 يبقى لازم يكون حصل تصرف جاله وراه تصرف وراه تصرف وراه تصرف ادى بيا ان انا فتحت وجريت. يا اما حاجه حصلت فانا نطيت. بص حضرتك مش ممكن تكون رشه برفان على هدوم. كلام حضرتك انت مش مقتنعه برشه البرفان. حضرتك مقتنع؟ طبعا. ان انت ترش برفان فانا نط من عربيه؟ لو مش مقتنع مش هاخد القضيه. لا ترش انت برفان. لا حضرتك خدت القضيه لان مفيش اثبات ان هو خطف. لا هو بص حضرتك انا هوضح لحضرتك بامانه بغض النظر ان انا واخد القضيه دي انا مش واخد القضيه دي. القضيه دي فيها بنسميها من قضايا الغموض. بمعنى ايه؟ ان هي ما بين طرفين والطرف الثاني توفى الى رحمه الله. فدي بتبقى دائما وابدا من قضايا الغموض. ده يكفيني للادانه. يكفيني ان واحده قررت تنتحر يبقى في حاجه خلتها تعمل كده. دي ادانه لوحدها. دي بالدين لوحدها. لا يا فندم مجرد ان انا عشان افكر هو غلطان او لا ان هو رعب البنت دي لدرجه انها نطت. هو رعب البنت انا اتفق معاكي. ليه عمل ايه؟ مش منه بتسلسل احداثه. يا فندم هي مش كده. هي مش بنت جبانه ولا 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 هايفه ولا هبله. لا يا فندم. لا يا فندم الخوف يا فندم بيختلف من شخص لاخر. الخوف لازم تكون حاجه حصلت تخوفها. يا فندم الخوف بيختلف من شخص لاخر. يا فندم هو انا مثلا دلوقتي راكبه اور مش هقدر احدد ده برفان ولا مش برفان؟ هحدد ان ده واحد بيبنج نفسه قبل ما يخطفني؟ حضرتك ده محور تفكيرك. لا ما واحد خد برفان بيرش على يا نفسه. يا فندم لازم نتفق ان التفكير رشة واحدة من الشخص الاخر. رشة واحدة على نفسه. انط انا على نفسه رش على نفسه. حضرتك فكرت عشان تاخد القرار ده قد ايه يا استاذة ريان؟ ما فكرتش. ده معناه لا يا فندم حضرتك انت خدت القرار ده ان انت مش مستوعبة او مش يعني الموضوع مش صح ان واحد رش على نفسه برفان فما واحدة نطت. خدت فترة تفكري قد ايه؟ يعني ايه خدت فترة يعني؟ يعني الناس اللي هي مش مقتنعة ان ده برفان فكرت قد ايه عبال مش برفان. لو حتى ازازة ان الفعل ده الفعل ده ما حصلش. يعني انا النهاردة واحد جاب جاز دلقه على نفسه. عظيم. ينفع اقول كان بيولع فيا؟ عظيم جدا. الفكر دون عشان يطلع من الانسان بياخد وقت قد ايه؟ لا يا فندم ازاي يعني انت عايز تقول انك خدت وقت اطول تفكر يعني؟ بالظبط يا فندم. طب ما ده اكبر دليل على ان فندم. هو مش ده اللي حاصل يا فندم. الحاجة تاني العلوم القانونية ومن حكم خبرتنا اثبت التالي. الفكر الذي يتخذ يعني في وقت يعني قصير. يعني ما تعرفش تفتح الشباك وتطلع مثلا من الشباك تقف تقعد على البتاع احسن لها ما تنط؟ يعني انت متخيلة حضرتك ان الفكر ايه اتحرش بيها؟ طب اتحرش بيها وهي داخله على الكارته ما كانتش قدرت تنزل وتعمل له محضر. يا فندم كارته ايه؟ وانا ببقى راكبه اوبر ببقى باصه في كارته؟ مفيش. انا مركزه في العربيه انا. طب حضرتك ما قلتليش نزلني ليه؟ ما نعرفش. تعرف اذا كانت قالت له نزلني ولا لا؟ اعرف لان هو قال لي ما قالتليش نزلني. قال لي لو قالت نزلني والله. طب حضرتك كويس والله. جدا على ابلكيشن اوبر في استغاثه للراكب ما استخدمتوش ليه؟ يا فندم حصل حاجه خلتها مفيش وقت للكلام ده. ايه يا فندم حضرتك بتقولي ايه؟ استغاثه يعني لو واحد ماسكني لا او ماسك رجلي او ماسك ايدي. ثواني يا فندم ثواني. بتقولي مفيش وقت ايه يا فندم؟ استغاثه احط اطلع ابلكيشن وادخل استغاثه واعمل مش عارفه ايه يعني مفيش وقت. يبقى رش عليا. يبقى بالظبط عليا.
نفترض انه رش عليها. لا ما قالش كده. طب حضرتك نفترض رش عليها. لا ما قالش كده. نفترض رش عليها. هو ما قالش كده. انا همشي معاكي في المنطق. ما قالش كده. لو قال كده ماشي. هو ما قالش كده. طيب. ما قالش رش ممكن عليها. من خلال برنامج. وهيرش عليها ليه؟ ممكن من برنامج. يرش عليها فرفان ليه؟ من برنامج المحترم دول ندي توعية للناس المشاهدين. ان ايه؟ لا يوجد على مستوى العالم حتى هذه اللحظة إسبري نايم. يا فندم انت انت جبت رواية من المتهم الجاني صدقتها وبتبني عليها. يا فندم انا ما صدقتهاش، انا ماشي معاك حضرتك بتقول ان هو رش كده عليها. انت كده ماشي ورا كلامه. انا مع حضرتك رش عليها. لا انا ولا رش ولا ممكن يكون ما كانش فيه بارفين اصلا في. عظيم جدا. حطي لي تخيل تاني حضرتك وانا ارد عليه. انا مش حاطه اي حاجه خالص غير ان في بنت اتوفت. ده شيء مسلم بيه، ده واقع وخساره كبيره جدا جدا طبعا جدا. ربنا يكون في عون اهلها ووالدتها ووالدها. وان لو كان سلوك هذا السائق منضبط ومفهوش شك 1% وطبيعي لا يمكن تكون كانت هاتو. بس هو بقى بريء، يبقى في الاستئناف هيطلع بريء. هو دلوقتي مدان بورق رسمي، لكن انا بتكلم على المنطق. المنطق ان في حاجه اجبرت البنت دي. لو الراجل ده ملتزم وكان بيعملها بمنتهى الادب وكان انسان هادي وخلوق وسلوكه منضبط لا يمكن كانت هتنط. يعني حضرتك لو حتى حصلت مشاده كلاميه منهم وبين بعض تستدعي ان واحده تفتح وتنط؟ لا مش هيحصل مشاده كلاميه تخليها تفتح. لو حصل لان لو حصل مشاده كلاميه هتقول له اقف وهتضربه بالشنطه في وشه وبتاع. هو حصل حاجه خليها تنط. طيب حتى لو حصل تحرش تستدعي ان هي تنط؟ ما هتعمل ايه؟ طيب حضرتك التحرش ايه اللي ممكن من واحد ساق على 100 وهو قدامه هي ورا؟ ايه في مليون حاجه. وضحي لي بس انا عاوز افهم. مليون بس حاجه. زي ايه؟ لا مش عارف قلت ده. راجل متجوز ومعاه 3 اولاد. افندم؟ راجل متجوز ومعاه 3 اولاد. افندم هو حضرتك ما تعرفش ان في ناس متجوزين وعندهم 3 اولاد عندهم قضايا تحرش واغتصاب وكل حاجه؟ مفيش، ما عنديش اي اختلاف مع كلام حضرتك. مين قال حضرتك ان اللي متجوز الاشخاص اللي حضرتك بتقول عليهم دول بيبقى سايق على سرعه 100 كيلو؟ يعني ايه بيبقى سايق على سرعه 100 كيلو؟ يا فندم احنا بنسوق، لو واحد سايق على سرعه 100 كيلو لو عمل بظهره كده العربيه يعني حبيبه منه. غلطانه واللي قدمت الشكوى. لا واللي قدمت الشكوى قبل كده دي برده مجنونه. هي ايه دي يا فندم؟ يعني صادف حضرتك نفترض ان الشكوى دي صح. هي اولا قالت ان هو وهو بتديله الاجره يعني العربيه واقفه. طب كويس. وانا بقول لحضرتك على افتراض ان الشكوى صح. قالت وهي بتديله الاجره يعني العربيه واقفه مش على سرعه 100 كيلو. ماشي. هو حضرتك انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو لما الدنيا بتبقى كاتمه في العربيه بتقفل الشباك ولا بتفتحها؟ انا لا هو مش الدنيا كانت كاتمه حضرتك. مش عربيك حتى سجاير؟ ايوه يا فندم. بنفتح الشباك ولا بنقفله؟ عظيم. لما امتى يا فندم تفتح الشباك انت ما بتقفله؟ لا يا فندم امتى افتح الشباك وامتى اقفله؟ لا انا دلوقتي لقيت فيه ريحه لما سجاير. لما اكون حران هقفله، لما اكون هفتحه لما اكون سقعان، لان انا بنزل شغلي من 6 الصبح. هو ما رشش البرفان الاول، ده هو قفل الشباك بتاعه الاول لانه حس بالسقعه. وبعدين كده رش البرفان مش العكس. حضرتك يعني في اوبر بيقفل مفيش تكييف بقى بيقفل ويرش برفان يخنق يخنق يا مدام ريهام لازم نتفق ان انا بتكلم حضرتك مش خلال كلامه اللي مش منطقي خالص. انا النهارده راكب اوبر معايا راكب سقعت فروحت قافل الشباك فرش برفان اخنق الست معايا واخنق نفسي. بقيت الشبابيك العربيه مفتوحه. انا مش حضرتك بتقول سقعان فقفل الشباك؟ يا فندم قفل شباك قائد السياره فقط، 3 الشبابيك التانيين مفتوحين. هو فتح 4 بيبان العربيه مفتوحين. هو فتح الاربع شبابيك يا فندم؟ ايوه يا فندم العربيه كلها كانت مفتوحه والاربع بيبان. في حد بيعمل كده؟ عمرك ركبت اوبر فتح الاربع شبابيك؟ ايه يا فندم هو ايه هو يا حضرتك يا فندم بيقول اي كلام يا فندم؟ ايه اللي بيقوله ده؟ عمرك ركبت اوبر فتح الاربع شبابيك؟ ايه يا فندم فاتح الشباكين اللي جنبه يا فندم كويس كده؟ لا ما ينفعش يفتح شباك ويقفل. لا فاتحين الشباكين عشان ضغط العربيه يقفلين الشباكين. هو ما عندوش الثقافه دي لحضرتك. ما عندوش ثقافه. انت حضرتك بتتكلمي صح. عمل 7000 رحله ما عندوش الثقافه. ما عندوش وده لو ما بتتصدش دي. يا فندم يا فندم وانا ما ركبتش اوبر قبل كده يا فندم. انا مقتنع بكلامك بس انا بتكلم على الواقع. هو احنا وكلام الواقع اللي هو قال دلوقتي الجولي. مش المفروض ان الحديث يبقى بيننا ده هو مذنب او لا؟ لان هو دلوقتي لا ده موضوع هو كان. دلوقتي مدان بحكم محكمه طبعا. وحضرتك طبعا شغلك انك انا كنت بستضيف حضرتك يمكن تقول لنا قصه تبرأ والله يعني. ما عندي روايه من محمود ليا
وانا حديثي معاه لان على فكره اهلا حبيبه اهلا حبيبه لو شايفين ان محمود بريء هم رقين وعندهم من التسامح والتصالح ان هيقولوا له خلاص قدر الله ما شاء فعل، لكن هم عارفين بنتهم كويس قوي وعارفين انها مستحيل انها تعمل اجراء قوي كده غير لما يكون حصل لها حاجه او حاجه اجبرتها انها تعمل كده. ما هو ماشي حضرتك، ما هو هنا احنا متفقين ان هي يعني انا بنتي شخصيا بتقولي كده بتقولي ما حضرتك انا متفق معاكي ان هي خدت قرار ونفذته، انا متفق معاكي ان هي كونت عقيده ليها ونفذته. انت بتقول ما قلتليش هتقف بالظبط، يبقى عشان السرعه. ليه؟ عشان السرعه، عشان التفكير سريع، يبقى هي روايته تمشي مع العقل والمنطق. بجد؟ اه طبعا يا فندم. حاجه حصلت في ثانيه عشان واحد رش برفان على نفسه. حضرتك النهارده لما انا اتوهم ان البرفان ده مخدر هينيمني في نص دقيقه، يبقى لازم الفعل اللي انا اخده وانفذه قبل نص دقيقه. لا لا ده شويه اللي انا هفتح فيهم الباب وبتاع اطلع من الشباك خالص. ما هو حضرتك بقول لك الفكره يختلف من انسان لاخر. حضرتك رش على نفسه يبقى بيبنجها ازاي؟ هي خد هي جالها منه بيبنجها ازاي وهو بيرش على نفسه؟ هي الله يرحمها بقى هي اللي تسأل يا فندم فيها. ازاي بس يا فندم احنا النهارده هو في طرفين غير محمود وحبيبه؟ يا فندم بتقول حاجه مش هي دلوقتي بتقول بيبنجها هي يبقى لازم يكون رش عليها هي. عظيم هو عظيم ايه لو رش عليها هي بقى مش حضرتك مش طبيعي مش حضرتك نتكلم بس ربع دقيقه مش حبيبه رحمه الله عليها رحمه الله عليها اتكلمت قبل ما تخش في الغيبوبه قالت اوبر كان بيتحرش بيا ولا اوبر كان بيخطفني؟ بيخطفني. اه عوامل الخطف ايه يا فندم؟ قانون قصدك؟ اه يعني واحد بيخطف واحد قانون. اه واحد بيخطف واحد وكان من الاسهل كانت قالت اوبر بيخطفني ولا اوبر بيتحرش بيا؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك زي ما قالت اوبر بيخطفني كانت قالت اوبر بيتحرش بيا. دي واحد عندها نزيف في المخ بس ماشي. يعني عندها نزيف يعني في المخ يعني كانت عندها وعي يعني عن الخط وفقدت الوعي عن التحرش. اغمى عليها في ثواني يعني بعديها. يا فندم الكلام ده اتقال يعني ورق القضية يعني ما نعرفش يعني ما نعرفش درجه الوعي كانت كام. درجه الوعي دي نسبه ما نعرفش كانت كام يا فندم. درجه الوعي دي بعد ما بتخش في الغيبوبه مش قبل ما تخش في الغيبوبه. لا لا حضرتك انا ممكن ابقى دلوقتي حصل نزيف في المخ ما اعرفش يعني هي دخلت يعني هي اللي جالها يعني ادراك يعني ادراك ما ادركتش بيخطفني ادراك قد ايه يا فندم؟ ده هي اللي قالته. كانت قالت اوبر بيتحرش بيا ما قالتش ليه كده بيتحرش دي كلمه تتقال والواحد عنده نزيف في المخ. طب كلمه بيخطفني على فكره انا مش بناقش محامي دلوقتي مش جهه التحقيق. لا يا فندم عشان اناقش حضرتك انا بقول لحضرتك ان انا استضفتك مهنيا انا كان ممكن اجيب اهل حبيبه وخلاص. مهنيا لازم اشوف الطرف الثاني اشوف يمكن عندك حضرتك روايه تدخل العقل شويه لكن قول لي مثلا اصل هو قفل الشباك ورش في العربيه كلها فتخيل كذا. الروايه هو ما قالش كده. الروايه اللي هو قالها تكتمل باقوال حبيب اللي بيخطف بيبنج قبل الخطف في يوم بقى يعني تتقابل فيه الخصوم. قلت لحضرتك في الاول ان دي من القضايا الغامضه لان فيها هم الواقعه ما بين طرفين وطرف توفى الى رحمه الله. لان انا ما عنديش برضو من المهاره والفلسفه ان انا اوصل ان موكلي 100% قال لي كل كلمه صدق او كذب عليا في حاجه او عشان اكون صريح وصادق. صح. على العموم هو في استئناف طبعا واكيد حضرتك هتعمل اقصى مجهود عندك واكيد المحكمه برضو هتكون ناصفه طبعا المحكمه لديها من البصر والبصيره والادوات بالزبط. والخبره انها هي اقدر مني ومنك ومن طبعاً. اي حد طبعاً. وربنا برضو اكيد هيظهر الحق لان انا متاكده ان لو محمود ما عملش كده في حبيبه اهل حبيبه نفسهم اول ناس هيبقوا مش عايزينه يتعاقب اكيد انا متاكده لان خلاص حبيبه هم قالوا حتى لو اتحكم عليه ب 150 سنه هي مش هترجع. لا ما خلاص ما الموضوع انتهى بالنسبه لاهل حبيبه فهم مش هيبقوا عايزين ان واحد مظلوم يتحبس ابدا اكيد يعني. طبعا اكيد
طيب انا بشكر حضرتك وبتمنى حضرتك التوفيق في كل القضايا. الله يخليكي. وانا طبعا ليا الشرف بتواجدي مع حضرتك. انا واثقه منه ايضا ان هو ما يخطفش حد. هتثقي ولا ما تثقيش؟ ما يهمناش تثقي ولا ما تثقيش. انا حاسس ان انا متهم مع محمود. جيل بيتحكي لي على كل التفاصيل. لكن الحقيقه مش كده. هي سجاره اللي شربها وقضيه المخدرات دي. اتاكدت الاول من براءه محمود تماما؟ هي اول ما انا طلعت ازازه البرفان فتحت العربيه ونطت. البرفان انا عارفه تبقى كذب اصلا من اول لاخره. اساسا هو غلطان ان هو شرب دي على فكرة. عشان هي على دلوقتي ودته في مشكله تانية وفي حته تانية. يعني هو بيشرب مخدرات وجدع. طب وهل من المنطق حضرتك ان هي تنط وداخله على كارتة السويس ما بينها وبين كارتة السويس 50 متر؟ وقلنا ايه ده اللي حصل؟ قامت قايله له اوبر كان بيخطفني وانا نطيت من العربيه. هي كونت عقيده ان دون شخص اجرامي بيرتب لخطفها. اي خسه بنت واي عقليه اجراميه تلك التي لا تعبه بما اتته من جرم فاحش. سطرها 14 مرة وجات حبيبة خدت حق الناس كلها. القضية دي فيها بنسميها من قضايا الغموض اللي مش منطقي خالص. يبقى هي روايته تتمشي مع العقل والمنطق. بجد؟ اه طبعا يا فندم. اللي بيخطف بيبنج قبل الخطف. ايوه ملتزم وبيصلي. اه في حد بيراعي ربنا يشوف بنت غرقانه في دمها في الشارع يسيبها ويمشي؟ السنين اللي خدها دي محطوط ظلم واحنا برا اللي هنتظلم اكتر وهنتبهدل اكتر في الدنيا انا وعيالي. هي اه ربنا في اهل قعدوا 23 سنه يربوا في واحده كانوا عايزين يشوفوها في فرحها مش موجوده. قررت ان انا اوريكم قعدتي في البيت لما بتيجي لحظة الميزان. هتقولي بتتوزني كل يوم؟ لا مش بتوزن كل يوم لان كل يوم ده غلط. ممكن يوم واكل حاجة فيها ملح فبيبقى فيه مية زيادة، ممكن يوم تاني يبقى ما فيش ملح وابقى خفيفة فبقى رفيعة، لابسة هدوم تقيلة لابسة هدوم خفيفة، في تغيرات هرمونية طول الشهر، حاجات كتير قوي ممكن تزود الوزن وتنقصه. فانا بوزن نفسي وبتردد الحقيقه كل ما اجي اوزن عشان ما اكتئبش. فدايما ببقى حاطه الميزان قدامي كده زي ما انتوا شايفين وببقى متردده اوزن ولا ما اوزنش. اخر مره توزنت انا كنت 64 و800 او 900، يعني كنت 65. وكلمت الفريق الطبي وما التزمتش قوي لان كان عندي اسبوع مضغوط جدا وما كنتش عارفة اعمل ايه. بس اكيد اكيد فادوني واكيد قللوا لي اكلي، بس مش عارفة ممكن يكونوا نجحوا قد ايه معايا. ما فاتش اسبوع، فات حوالي 4 ايام. فهتقولي طب وانت بتتوزني بعد 4 ايام؟ انا هتوزن بعد 4 ايام عشان اشوف، لان انا بشوف الارقام بتعلى بيحصل لي نوع من الفوبيا، لان انتوا مش متخيلين اللي عدى بفكرة يعني انه كان مليان في يوم من الايام دي، وانا كنت مليانة سنة واحدة في حياتي زي ما دايما بقول، يعني مش طول عمري متعودة على كده، وكانت طامة كبرى بالنسبة لي. فانا من ساعتها في حرب يعني مستمرة طول الوقت مع التخن ده. تفتكروا هتوزن ولا متوزنش؟ اولا النهاردة وانا واقفة قدام دولابي كده فطلعت البنطلون ده. البنطلون ده المفروض ان هو كان بنطلون مش وانا مليانة خالص، ده كان بنطلوني وانا يعني السنة اللي فاتت، يعني كنت حوالي مثلا ايه 72 ولا حاجة. والحقيقة انا بشكر الفريق الطبي على ان انا يعني انا وانا وانت كنت بتقول عليا ان انا رفيعة كنت بلبس بنطلون شكله كده. كل ده
كل بقى ما بشوف البنطلونات دي او الحاجات دي بقول لكم ده بتاعي السنه اللي فاتت، يعني جايباه من زارا السنه اللي فاتت، كان مقاس كام؟ لارج، يعني انا كنت حاجه و70 كيلو وبلبس لارج. لارج يعني انت ساعات كتير قوي تفهم ان انت تمام، وان انت حاجه و70 كيلو ان انت كده مش تخين. تقدر تعرف انت وزنك ده ينفع ولا ما ينفعش لما تشوف انت بتلبس مقاس كام. فانا حاجة و70 كيلو قبل ما اكلم الفريق الطبي اللي نمره دلوقتي على الشاشة، اللي من فضلكم ما تاخدوش نمر غير من على الشاشة، ما تاخدوهاش من على صفحات تانية او على صفحات مش عارفة فين ولا مين، لا النمر اللي موجودة على الشاشة دي بس هي اللي انا بتكلم عنها، ولا مسؤولة عن اي قناة تانية ولا مسؤولة. يقولك لا اصل هي كانت بتعمل اعلانات على قناة تانية فلما سابت القناة وراحت قناة تانية بقت تقول، لا هو نفس الفريق الطبي اللي انا بعلن عنه من سنة ونص في كل القنوات اللي روحتها، هو هو. لكن انا ما اعرفش مين غير نمرة التليفون، مين جاب فريق طبي بدل الفريق الطبي اللي انا اعرفه، حط اسامي ناس وركبها على الاعلان. فعشان كده دايما بقول النمر اللي موجودة على الشاشة دي بس اللي انا بتكلم عنها دلوقتي، اللي انا اضمن ان هي دي الناس اللي انا بتكلم عنها. اوكي وصلت؟ لان الاعلانات دي بتتاخد وبيتركب عليها نمر تليفونات ناس تانية انا ما اعرفهاش. ففكرة ان انت عايز تعرف انت كويس ولا مش كويس، شوف انت مقاسك كام. فانا في عز ما الناس كانت بتقولي انت رفيعة السنة اللي فاتت وزي القمر ولطيفة ومش عارفة ايه، كنت بلبس لارج. انا مش المفروض ابقى لابسة لارج. لارج ده يعني لارج، يعني مقاس كبير، يعني انا ولا سمول ولا انا قليلة ولا انا ميديم اللي هي خير الامور اواسطها، لا انا لارج اللي هو بعديه مقاس الاكس لارج اللي هو المفروض ان اي حاجه اكس تبقى مش صح. انا لارج، ليه استنى بقى اكس لارج؟ وليه افضل لارج وومن؟ ليه افضل ست لارج؟ يعني ليه ابقى انا ست لارج؟ انا عايزه ابقى انسانه عاديه، انسانه عاديه جدا بهذا الحجم اللي هو ما كنتش مليانه ولا تخينه ولا اي حاجه. لو انا سكت على 65 هعلى وهبقى 67 68 70 75. كم انصحكم تكلموا دلوقتي الفريق الطبي قبل رمضان؟ و ده مش هيحرمكم خالص 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 بان انتوا تاكلوا كل اللي انتوا عايزينه في رمضان. يعني هتقعد على السفره، يعني لو في محشي كرنب هاكل، لو في مش عارفه، ايوه هتاكل. بس الفرق انك بدل ما تطلع من رمضان تخنان 20 كيلو او 30 كيلو او 40 كيلو، لا ولا حتى 10 ولا حتى 5، لا هتطلع خاسس 10 و15. في رمضان هاكل كل اللي انا عايزاه واخس 10 و15، ايوه في رمضان هتاكل كل اللي انت عايزه، وكنافه ايوه وبسبوسه ايوه، هما ليهم طريقتهم. اللي هيخسوك 10 15 كيلو في رمضان وانت بتاكل كل حاجة، طب يبقى انت خسران ايه؟ انك تكلم النمرة اللي موجودة على الشاشة لمجرد انك تحافظ على صحتك. وخلي بالكو ان رمضان هيخلص ان شاء الله 11 ابريل، بعد كده 3 ايام عيد، يعني 15 ابريل احنا في الصيف، مفيش جاكتات هتداري، مفيش بلاطي هتداري، مفيش شال هيداري، هتلبس صيفي. فهتطلعي من رمضان او هتطلع من رمضان ببطن قد كده او بجناب قد كده او تفضل تعيط على الاكل اللي انت كلته في رمضان. طب ما ايه رأيك انك تكلم الفريق الطبي دلوقتي وتكلم نمر التليفونات اللي على الشاشة دي، قدامك دلوقتي اسبوع على رمضان تنزل لك 5-6 كيلو، تخش رمضان وانت سمباتيك ومبسوط، وتروح كل العزومات بقى، اللي هيتجوز على عيد واللي مخطوب وهيروح يفطر عند حماته واللي بيقدم في شغل جديد تعدل حياتك. خس 6 كيلو تخش على رمضان تخسلك كمان 10-15 كيلو، تبقى داخل الصيف خسس لك 20 كيلو او حاجة 20 كيلو. بتقولي اي كلام؟ لا ما بقولش اي كلام، وتقدر تكلم الفريق الطبي دلوقتي وتبتدي.
بالنسبه لي انا بقى اللي ما التزمتش قوي وعكيت وكلت شوكولاته كتير وكده، ولكن طلبت منهم ان انا اخس. واخس ليه؟ عشان انا بصيت للبنطلون اللارج ده ومش عايزه ابقى كل دي حته زياده. بصوا يعني كان الاثنين رجليا في رجل واحده. هو ده اللي عمله الفريق الطبي معايا. رجل واحده في اتنين. والرجل التانية بره. طيب تعالوا نشوف بقى كام. استنى هقلع النضارة يمكن وزنة. تلاتة وستين وتمنمية، يعني خسيت كيلو ومتين جرام في 4 أيام، اللي هو يعني حوالي 3 كيلو في الأسبوع لو كملت الأسبوع. طيب ده وأنا خسة كتير وأنا وزني مش كبير، فما بالك أنت ممكن تعمل إيه؟ لو أنا هخس 3 كيلو في الأسبوع انت ممكن تعمل ايه؟ لو انت لسه عندك مية ولسه عندك شحم ولسه ما ابتدتش معاهم ووزنك كبير. انا في الاخر بلعب في 64 65، فالكيلوهات بتنزل بصعوبة. طب اذا كانت كيلوهاتي انا اللي بتنزل بصعوبة، وطبعا سني داخل على 50 سنة، فاكيد مش هبقى زي الولاد الصغيرين او الناس اللي في الثلاثينات او او او. اذا كان انا هخس 3 كيلو، امال انت لو كلمت الفريق الطبي دلوقتي حالا هتخس قد ايه؟ انا شايفه ان التجربه مش هتخسر، وشايفه ان لو انا كلامي مش مصدق اكيد الفريق الطبي مش هيستمر كل ده، اكيد مش هيبقى بيجي لنا حالات كل شويه زي اللي هتشوفوها دلوقتي، اللي هي كانت من جمهور صبايا الشمس اللي اتفرجت على البرنامج واقتنعت بالكلام اللي انا قلته ده وطلبتهم وخست 50 و60 و70 كيلو. بجد 50 و60 و70 كيلو، وبعدين جم يصمموا ان هم يجوا البرنامج عشان يقولوا لكم ان الكلام ده صدق وحقيقه. يعني الناس اللي هتشوفوهم بعد اللقاء ده، ده جمهور عادي، في ناس من الفانز عندي وناس من جمهوري على الصفحه و و و سمعوا الكلام ده وشافوا الفريق الطبي وخسوا. اوعوا تقعوا في فخ انكم تقولوا رمضان ناكل زي ما احنا عايزين ونبقى براحتنا وبعدين بعد كده نخس. صدقني هتكتئب على العيد، وهتكتئب وانت عندك كمية افراح ومناسبات، وهتكتئب وانت طالع مصيف، وهتكتئب. ليه؟ هي نمر التليفون هتكلمها، وبعد ما تكلمها حياتك هتتغير. ده بجد، انا شفت الناس حياتها اتغيرت 50 و60 و70 كيلو، ده انجاز غير طبيعي. فشوفوا الجمهور اللي جاي ده هيقول لكم ايه، واتكلموا في التليفون عشان تدخلوا رمضان برضو تاكلوا اللي انتوا عايزينه، ولكن هتخسوا من 4-5 كيلو في الاسبوع. تعالوا نشوف مع بعض. قولي لي بقى انت كنت كام كيلو؟ انا كنت 135 كيلو. وبقيتي؟ بقيت 100 100. 35 كيلو خسيتيهم. أيوة. برافو عليك والله العظيم. في 3 اشهر بس؟ والله في 3 اشهر. وانتوا كل واحده تيجي تقول 3 اشهر، معقوله بس 3 اشهر؟ والله العظيم 3 شهور، وما ندعي لك كلنا وبناتي بيدعوا لك. ربنا يخليك. والدكتوره صفا الفضل يرجع ليك وللدكتوره صفا. ربنا يخليك. يعني 12 كيلو في الشهر ولا كام؟ والله العظيم 12 كيلو. يعني اول اسبوع خسيتي كام؟ اول اسبوع خسيت 7 كيلو. اه. واحده جارتي قالت لي انت جالك السكر. حسن عندك سكر؟ بقول لها ليه؟ قالت لي هو انت نزلت مره كده ليه؟ اه. قلت لها لا انا ماشيه مع الدكتوره ريهام والدكتوره صفا. انت مشيتي مع الدكتوره صفا مش معايا؟ صفا. اه
وهو احنا كمان بنقول ان احنا مش يعني انت السبب انت ما انا مش عارفه ليه السبب انت ما ندعي لك والله العظيم احنا قاعدين قدام التلفزيون 24 ساعه ربنا يخليك. طب قولي لي بقى انت كنت متخيله انك هتخسي كل ده؟ لا ولا انا انا جوزي يا دكتوره كان عايز يعمل لي عمليات قال الحمد لله ان انا كنت عايز تروحي بقى تعملي تكميم وتكميم والحاجات دي لما مشيت مع الدكتوره صفا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وانا فكره برضو اني بقول ان في حد ممكن يخس 50 كيلو و40 كيلو خلاص يبقى بلاش عمليه ايه بقى لا لا غلط العمليات اللي بيعملوها دي في معدتهم دي هي مش غلط بس اذا كان في طريقه امان وفي نفس الوقت ولا هتتخدري ولا هتعملي اي حاجه وفي 3 شهور والله العظيم في 3 شهور وحياه ابني يعني دي العمليه شهور. ما بتخسسش في 3 شهور وحياه ابني في 3 شهور خسيت كده وعايز تخسي اكتر ايوه ولسه ان شاء الله عايز تبقي كام بقى انا عايزه ابقى 80 باذنك انت يا رب انت 100 انا 100 انا شايفه كده 20 أيوة. كيلو كمان هيبقى أيوة حلو ان شاء الله بس انت لابسه مطقمه اهو انا كنت بلبس كده كنت بتلبسي ايه عبايات كبيره بتاعت الصعيد بقى أيوة. بس دي احلى عبايه بتاعت الصعيد دي انت منين بس بلبس اللي انا عايزاه دلوقتي انت منين انا من منيا الصعيد طب دي احلى حته يا رب يخليك طيب قولي لي بقى لما روحتي اول اسبوع وخسيتي 7 كيلو دول اتخضيتي ده بناتي خدونا حللولي في الصيدليه يا ماما انت بابا جاب لك السكر مش عارفه ايه قلت لهم والله العظيم ليه طب ما انت ماشيه مع الفريق الطبي يعني عارفه انك مش عارفه هم قاعدين بعدنا في الصعيد وانا قاعده في حلوان فانت مش قايله لهم مش قايله لهم فشافوني فرحوا لان معايا بنت برضو تخينه عايزه برضو تمشي مع دكتوره صفا لازم جت يا ماما اي حد مليان يعني انت دلوقتي تنصحي الناس ان هم يكلموا نصح بنصح جيراني كلهم والله وبدهم يركبوا الدكتوره صفا لقيتي اي صعوبه يعني لا يعني مثلا حرمتي من حاجه معينه والله العظيم باكل محاشي وحياه ابني انا معيش غير ابني على 7 بنات وحياه ابني باكل محاشي واكل لحمه واكل فراخ واكل بطاطس واكل كل حاجه احنا سعاده بنحب الاكل وناكل بط وناكل كل حاجه بس اكيد قللتي بقى في العيش قل والله كل حاجه باكلها بس مش كميه كبيره لا انا اكلي انا اكل الطبيعي ما قللتش في حاجه اكل الطبيعي باكله والله ما قللت في حاجه وحياه ابني وخسيت والله العظيم والله العظيم خسيت انا كنت 135 دلوقتي وقفت على 100 وان شاء الله هنزل ال 20 برضه ده اكيد كان حمل كبير قوي 35 كيلو دلوقتي بلبس الله اكبر اطلع بالزدالات البس زدالات البس حاجات اي حاجه بلبسها اكيد جوزك مبسوط انا بلبس مع بنات وجوزي فرحان والله فرحان هو رفيع جوزي رفيع جسمه حلو طب الحمد لله طب ما كان لازم انتوا الاثنين يبقى جسمكم حلو مش هو طب انا بخس عشان هو خلاص ما بقينا احلى منه اهو انا كل ما راح اخس ان شاء الله طول ما انا معاك يا استاذه ان شاء الله ربنا يخليك احنا بنحبك وبنعزك انا وعيالي والله العظيم ربنا يخليك يا حبيبتي بنحبك وبنحترمك انا بنبسط قوي 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 لما الواحد يعني ايه يبقى عايز يغير حياته ايوه انا بحب كده يا دكتوره أو, او 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 ان انت عندك كام سنه انا عندي 47 طب حلو قوي 47 وغيرت حياتك غيرت يعني حاسه انك اتولدتي من جديد أيوة اكيد ايوه انا حاسه بنفسي اتولدت بصراحه ايام ما كنت جايه من الصعيد حلوان انا كنت حاسه بنفسي كبيره دلوقتي بمشي مع عيالي بيقولوا لي انت اختهم والله العظيم بجد والله والله العظيم بتلبسي لبسهم بلبس معاهم واروح الفرح معاهم بقول انت اختهم ومعايا الصور هنا والله الصور ممكن اوريها لك اروح معاهم المكان عايزين الصور دي اهي اروح معاهم المكان يقول انت اختهم يقعدوا البنات يتغازوا يقول يا اما انت يا ريتك ما خسيت يا اما بتخلي الناس يقول عليك اختنا والله العظيم يا دكتوره يا استاذه رامي معاهم في كل حته وهم في هنا وهم هنا انا مبسوطه قوي لان هو في ايه احسن بصي وانا في الاول يا استاذه ريهام قبل ما اجيك انا عارضه عشان وانا قبل ما اجيك انا دي انا كل ما اشوف ده عايزه اقطع الصوره اللي في البيت دي معلقينها البنات في البيت يا ربي بصي بصي عامله كيف بصي كتفي عامله ازاي يعني الحمد لله ده انت لازم تقعدي تحمدي ربنا سبحانه انا فرحانه بصي دي ولا بعد فضلك وفضل ربنا ربنا يخليك دي بعد فضلك وفضل ربنا لا الفريق الطبي والله يبوف ربنا يخليكوا لينا بجد خلينا الفريق الطبي يخليك لينا برافو والله بجد لازم تكلموهم بجد بجد انا لما بشوف الناس دي واعمل لي كلوز اب على عينيها الفرحه اللي موجوده في العينين دي والله العظيم ان انا خسيت عندي بالدنيا العظيم وبندعي لك والله اللي خسيت لاني ما كنتش بقدر اغسل ما كنتش بقدر اصبن اتصل يا بنت ابعتي لي بنتك ده انا مربيك خلي بنتك تيجي تغسل وتعمل مش قادره اتحرك ما قادراش معايا ابني يعني كان بيعمل لي الاكل وانا قاعده حسن ما عايش غيره على 7 بنات اللي انا بقوله يا جماعه بقول الناس لما بتملى
فوق ال 130 كيلو 120 كيلو خلاص عم بتكلم ده يعني ده بصراحه ما كانش في مخه 47 سنه وبتتحوج لابنها عشان يطبخ لها وبنتها تقوم تجيب لها 47 لسه ما كملتش ال 50 سنه. والله العظيم يا استاذه اهم ابني كان بيعمل الشاي وانا قاعده انا وابوه حوجه وحشه كان بيعمل الشاي ويزعل علي يقول نفسي يما تخسي يما لو معايا فلوس كنت اعمل لك العمليات اللي الناس المبسوطه بتعملها. اول ما خدت طب احنا بنعمل العمليات اللي الناس المبسوطه بتعملها من غير فلوس والله العظيم من غير ما ده اللي احنا بندعوه لكم احنا بندعي لكم ربنا يخليك والله العظيم والفضل يرجع لكم. الدكتوره صفا برضو احنا متابعين معاها وربنا يعليها تاني وتاني. انا بقى بخسس الدكتوره صفا كل ما تجيلي تخنانه كيلو واتخانق معاها. شفتي الاستاذه بتاعتنا شفتي بعد ربنا الاستاذه بتاعتنا ربنا يخليكي ربنا يعليك يا رب خليك ولادك اللي عايزاه ان انت تخسي كمان. ايوه انا عايزه اخس 20 كيلو كمان باذنك انت يا رب. ايوه وبنتك تخس بنت ده بنت هي هتيجي كلها الاستاذه سعد الدكتوره صفا ان شاء الله وتجيلنا هنا خاصه برضه عشان نحتفل بيكم انتوا ان شاء الله ان شاء الله. يعني الناس تكلم الفريق الطبي ده احسن حاجه وانا مش مستنيه عشان تقولي كده ما تزعليش مني انا مديها ارقام استاذه الدكتوره صفا والله الحلوان كلها وما يدعولي متعاملين معاهم وما يدعولي. في واحده اسمها ما عرفه جارتي يمكن هي تشوفني وتدعي لي. اول ما شافتني قالت انت عندك السكر رحت اديتها ركبه هي نزلت عني كمان نزلت عني والله العظيم برافو ام عرفه والله العظيم بتقول لي جوزي بيدعي لي كم حسن برافو ام عرفه وكبيره عندها 50 سنه يعني اكبر عني عندها 50 سنه ونزلت عني وخست عني والله العظيم. يا جماعه والله يكلموا الفريق الطبي ما تضيعوش الفرصه والله عشان صحتكم وعشان تبتدوا من جديد عشان تبقوا مبسوطين كده عشان صحتنا أيوة. عشان تبقوا مبسوطين كده ونقدر يا والي انا مفيش حد بطل انا بطير والله دلوقتي ماليه سطح طيور بجد والله ما كنت اقدر بطلت ربي دلوقتي مطالعه يعني انت رزقك كان من تربيه الطيور وبطلتي عشان تخنتي عشان ما كنتش قادره اطلع السلم وكشفت كذا كشف يقولوا لي دخشونا ما ينفعش تطلع السلم. دلوقتي الحمد لله بطلع واحط لهم ميه واحط لهم اكل وبفرحان على السطح وزي العسل بجد والله العظيم الحمد لله. طب انا يعني بترجاكم تكلموا الفريق الطبي عشان قدامنا شهرين على الحر قوي 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 قوي. انا عايزاكم تبقوا مبسوطين زيها كده وتلبسوا اسدالات حلوه كده وتجيبوا عبايات جاهزه وجوزاتكم تبقوا مبسوطه وانتوا تبقوا مبسوطين والله. واخويا معايا اخويا ده فرحان بيا عن جوزي والله يقول انا بحبك يا ام حسن صغيره كده ما تخانيش تاني يا اخويا انا عايزه اخس اتخن يا حبيبي. هو انت بصراحه صغيره خالص بالنسبه للمنظر اللي شفته يا باي ايه ده؟ انا كنت اقعد كده على الكرسي كده وجالي البنات يشدوني كده يقولوا لي انت عامله كده ليه؟ دلوقتي بيقولوا لحريمهم لبناتي احنا عايزينكم تبقوا حلوين زي امكم كده والله العظيم احنا عايزينكم تبقوا زي امكم كده ان شاء الله تبقي احلى واجمل واصغر واشوفك وانت خاسه ال 20 كيلو ده وعد ان شاء الله ان شاء الله وعد والله 50 كيلو في 3 شهور والله العظيم يا دكتوره وحياه ابني والله 35 والله 35 وحياه ابني وما اكل كل حاجه كل حاجه باكلها والله العظيم انا صايمه شوام وحياه صيامي انا باكل كل حاجه لان انا بحب الاكل بصراحه. هو يعني ما فيش حد ما بيحبوش بصراحه. الحمد لله ربنا ستر ورفع البلاء الحمد والف لله. مبروك الحمد لله وهشوفك قريب خاسه ال 20 ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك ان شاء الله. قولي لي بقى خسيتي قد ايه؟ انا كنت 85 وصلت 70. طب برافو عليكي. نزلت 15 كيلو وفي شهر رمضان بس بس وكنت باكل كل حاجه وكلمت طب انا الفريق. انا قبل رمضان كنت قاعده بقول يا جماعه فرصتكم ان انتوا تدخلوا رمضان وهتاكلوا كل اللي انتوا عايزينه وتخسوا من 10 ل 12 كيلو وتخلصوا رمضان يبقى الناس كلها هتفرقع من التخن وانتوا حاسين ان انتوا خاسين وزي القمر ومفيش اي حاجه. لا انا انت بقى ما حرمتيش نفسك من حاجه ولا في رمضان حاجة. حلويات ورز وكل حاجه وخسيتي وخسيت وكلمت الفريق الطبي والدكتوره صفا. لا يعني هم كانوا فعلا بيقولوا الحقيقه لما قالوا ان احنا ممكن ندخل رمضان ونخس 15 كيلو ونطلع بجد حقيقه. لا بجد ولا لا بجد والله العظيم. لا بجد 85. ايه اللي خلاكي تبتدي رجيم في رمضان او ايه اللي خلاكي تكلمي فريق الطبي في رمضان؟ ما قلتيش ليه استنى لغايه ما رمضان عشان يخلص. الصيام وكده والصيام ساعدني برضو. صح سمعتي كلامنا يعني. طب وطلعنا صح؟ صح. وانا جيت على فكره يعني مصداقيا في حضرتك وكده والله. يعني خسيتي اول اسبوع قد ايه؟ مش فاكره بالظبط بس هم 15 كيلو يعني. بس 15 كيلو كتير على فكره على ان وزنك قليل. يعني 85 ده مش كتير. طب انت عايز تخسي عن 70؟ هخس تاني برضو والله؟ عايزه اوصل ل 60 ل 55
كمان ما خلاص بقى ما خسست 15 كيلو وما كنتش ما كنتش بال ما بعرفش البس اي حاجه. كنت البس عبايات وكل الهدوم اجي البس. انت طولك قد ايه؟ مش فاكره بالظبط برضه. ممكن تقفي كده؟ مش طويله، ب 85 كتير ممكن. فما كنتش. فانت خسيتي 15 كيلو في شهر وخسيتهم في رمضان، ما قالتش لا اكل في رمضان زي ما انا عايزه واستنى لبعد رمضان. لا. سمعت كلامنا، دخلت رمضان كلت كل اللي هي عايزاه وخست 15 كيلو وقالت لك انا هخس لغايه 55. يعني هي كانت 85، بقى املها دلوقتي انها تبقى 55. ده بني ادم تاني خالص. يعني 85 دي ست شكل و55 دي ست شكل تاني خالص. بلبس تاني، بشكل تاني، بشخصيه تانيه على فكره. انت عارفه ان شخصيتك هتتغير معروفه. كله بيقول لي احسن كده. ما كنتش بعرف امشي. كان مؤثر على رجليا وعلى ظهري التخن. فلا انا حاسه في فرق كبير، يعني بقيت البس اللي انا عايزاه، بقيت اتحرك، فحبيت يعني الموضوع ده. طب الحمد لله وكفاية. وانا مبسوطة ان انا جيت وقابلت حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبتي. والله العظيم انا اللي مبسوطة والله ان في ناس عندها وعي انها تفكر انها تغير حياتها وتبتدي من جديد وتحسن من شكلها. طبعا هو احنا لو ما عندناش الارادة دي بقى ملناش لازم نعيش. أكيد. على فكرة ما اختي بتقولي عندك ارادة. ان انت وصلت للي انت فيه. بس انا هنبسط اكتر لما اشوفك 55. طبعا بجد. لا ان شاء الله. حلوه انت طبعا، حلوه قوي دلوقتي. ربنا يخليك. انت هتبقي احلى كتير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ومبسوطه ان انا شفتك والله. ربنا يخليك. 15 كيلو في 3 شهور، يعني بقيتي 70، يعني المفروض ال 55 دول نديكي 3 شهور تانيين. يعني اشوفك شهر 9 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله اشوفك على خير كده. يا رب. بشكرك ان شاء الله. عملتي في العيد بقى 3 ايام رنجه وفسيخ. ما كان فيش كحك؟ لا وكحك طبعا. انا كلت كحك. ايه كحك ده؟ كلته في رمضان اخر حبه في رمضان وفي العيد. طيب والناس بقى اللي بتخس معاكي كلت كحك؟ ما فيش حد ما كلش كحك. احنا قلنا العيد انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه. حتى الناس اللي عاملين لهم انظمه قلنا لهم لا انت في العيد تاكل اللي انت عايزه. والله والحمد لله زي ما وعدتك عندنا حالات خرجت من رمضان 15 و16 و17 كيلو بجد فعلا. يعني انا عايزه اقول لك ايه، انت حلقه الفسيخ كله صور لي اكله ايه وبياكلوا ايه واحنا هنعمل كده. وانا بعت لك مصر كلها بتصور لي بتقول لي احنا هناكل فسيخ. فانا عايزه اقول لك ان دي كانت تراديشنال فود، يعني ساعتها ده الموضه بتاعت العيد، ياكلوا كحك وبسكوت وفسيخ ورنجه وحاجات حلوه. برضو وصلوا ان هم قد ايه الفتره بتاعت العيد؟ الرده بتاعت العيد اللي هي 2 كيلو 3 كيلو اللي انا متعودين عليها طبعا عشان في ملح في الأكل. بتقول ان في ناس مشيوا مع الفريق الطبي واكلوا كل حاجه في رمضان وخسوا 17 كيلو. اي والله ده حصل فعلا. احنا كنا في تحدي بيننا وبين نفسنا عشان احنا هنقدم حالات، احنا عندنا ناس لازم نقدمها لكم. طب انا دلوقتي عندنا مشكله فظيعه، وهي ان في ناس بتيجي تبعت لي على الصفحه تقول لي احنا كلمنا الفريق الطبي وما خسناش، وده مش الفريق الطبي انتوا. للاسف بقى خلاص يا جماعه نعمل ايه؟ اصرخ فين؟ اقول ان محدش ياخد نمره التليفون غير من على شاشه هي بالظبط، ولا حتى صفحتهم. انا بقول لكم اهو من على شاشه هي، بتروحوا تجيبوا نمره تليفونات محطوطه على اعلانات فيك ليا وتيجوا تعاتبونا وتقولوا ما خسناش. كلها كذب. وبتتحملي المسؤوليه علشان إيه؟ مصداقيتك وعلشان هم واثقين فيكي وعايزين ياخدوا الحاجه اللي انت بتقوليها. طب ما تاخدوها من المصدر الصح. تبعتولي على صفحتي، يعني انتوا عارفين صفحتي صح، يعني تابعتوني قبل كده وانا بقول لكم ما تاخدوش نمره التليفون غير من على صفحه هي صح او من على الشاشه. بتروحوا تجيبوا نمر تليفونات. صحيح انا اللي ببقى في الاعلان، بس هم سارقين الاعلان. نعمل ايه؟ طيب احنا معانا الفريق الطبي ده بتاع دكتور هشام عبد الستار، ولا ندى ولا مدى ولا كلاب فاميلي ولا فاميلي جروب ولا ولا الحاجات اللي هتتسجن دي كلها. ان شاء الله باذن الله هنتقابل في طرة بجد. ايوه فعلا حقنا والله. انا خلاص قررت مع دكتور هشام ان احنا يعني حملة عليهم وننظف كل الفيديوهات الغريبه اللي متحطوط عليها نمر كلها فيك، وبيقع الناس في التراب دوت. والثقه يا جماعه لازم يتقصوا اكتر من كده. في دكتوره يعني صافي، دكتوره هبه، دكتور هشام، هم دول الفريق الطبي. ده بيردوا على التليفون يا مؤمنه بصي البجاحه. ايوه بكلمها تقولي مساء الخير، الفريق الطبي تبع ريهام سعيد. ايوه انا ما عنديش فريق طبي.
انا ما فيش فريق طبي اسمه فريق طبي تبع ريهام سعيد اصلا. أيوه. ريهام سعيد دي مذيعه برنامج, هما ناس هما اللي دكاتره, انا مش هما مش بتوعي. ايوه ده فريق طبي تبع دكتور هشام عبد الستار فقط, ما في بالظبط. ايوه احنا تبع, انا بكلمهم وبرسلهم عاملين لي بلوك. قلت لها والله يا حبيبتي تبع ريهام سعيد. طب انا انا بقى هاجي لك اوريك ايه حضرتك مين. قلت لها انا ريهام وبعدها فظاعه حاجه فظيعه فعلا بجحه جدا. وبعدين يعني بيبيعوا حاجات غير مرخصه وبيلعبوا بصحه الناس وما بيخسسوش الناس, بيزودوا الناس. تفاجئي بان هي داخله بوزن وزادت وزن, زادت وزن اقسم بالله, حالات رهيبه. تقولي يعني كان وزني 100 انا خدت الكورس كذا كذا بقيت 105. انتوا بتبيعوا ايه؟ رز؟ بتبيعوا نشا؟ انتوا بتعملوا ايه؟ في منتهى الظلم. فبصراحه تاني لازم هنا من القناه, من حلقاتك, من صفحتك, من حاجتك او من قناتها فقط بس, انما بس مش اي فيديو. هم فعلا شاطرين قوي في ان هم ياخدوا ويحطوا الفيديو ويفضلوا يبيعوا حاجات كلها غير مرخصه وغير امنه وغير مسؤولين عنها. يعني احنا غير مسؤولين عنها للاسف. انا مش عارفه اعمل لك حاجه, انا هعملها ايه؟ لا وانا برضو دلوقتي احنا خلصنا رمضان وخلصنا العيد وفي ناس يعني هتفرقع والله من الاكل. انا زعلان. انا عندي اصحاب رجاله وستات مش عارفين يعملوا ايه دلوقتي. يعني احنا قعدنا نقول لهم هيجي رمضان وهيجي العيد وهتفاجئوا ان في حجم مش طبيعي. الناس كلها دلوقتي قرفانه جدا بعد ما هوجه الاكل خلصت. ايوه وخلاص الصيف وبعدين ايش سبحان الله حررت بعديها على طول. يعني شهر والساحل بقى والمصايف واللبس الخفيف بالزبط. احنا ولا يهمنا الكلام ده. مش بس الساحل, وفي الساحل وفي راس البر وفي كل ال ايوه انا قصدي كلمه الساحل اللي يعني في الصيف عموما. والصيف عموما وانت رايح الشغل طبعا اللبس خلاص خفيف خفيف والتيشيرت اللي بتبين الجناب والكرش هيعملوا ايه دول. لا انا برضو انا ضد الاسترس وضد الضغط النفسي على انك عملت حاجه كنت بتستمتع. حصل خير, اللي فات مات بس نقدر نلحق. اللي بس فات مات بس محدش يقف عند النقطه دي. نقدر نلحق قبل ما ندخل في شهر 7 بتحدي جديد وبفتره قليله وبتنظيم وباراده وبكل حاجه هنقدر نعملها لك. اه يا استاذه ريهام احنا بنوعد المره التاني ان مش هنقف عند اكله او زياده حصلت وتقول انا كده راحت عليا او انا كده وقعت ومش وتلاقي تعقد ما تعقدش نفسك. هتتصل فورا على النمر وهتقابل الفريق الطبي وهتتكلم معاه وهتشرح الحاله وممكن تتواصل معانا احنا الدكاتره الكبار شخصيا. خلصي في كل ده في شهر ازاي؟ كل إيه كل الزياده اللي حصلت في رمضان في شهر. اصل اعتمادنا كله على ان احنا هنقفل حجم المعده ومخك يبقى مع معدتك الاثنين مستعدين لاستقبال جسمك الجديد. مش هتتخن تاني, مش هتقدر تاكل بنفس النهم والشراهه اللي انت بتعملها الاول. مش اكلت وارتحت وعملت كل انت عايزه, لا مفيش بقى, انسى حصل خير, تعالى انا هفورك بسرعه. انا بحس ان الصيف اسهل لان برضو احنا ما بناكلش في الحر زي الشتاء. الحراره فعلا بتقفلك عن الحاجات مشروبات. مفيش بقى الرز والخضار. انا متهيألي ان كل بقى بيروح في الايس كريمات والعصاير والمسكرات. عصاير صح بالظبط. شهيه حرقنا الجسم مش مستقبل الدهون اللي فيه بيرطردها. يعني احنا اصلا في الحراره العاليه ما هوش طايق اصلا يخزن حاجات تعلي درجه حرارته. الغازية هي اكتر ممكن حاجة تكون سبب في الكرش طبعا من الغازيه وكمان صعوبه النزول في الصيف. غير كده انا برضو بوعد الناس ان احنا في ليميت لينا من 12 ل 15 كيلو. الليميت ده هنحافظ عليه في الشهر. في شهر في حدود انا هوعدك بيها. 15 كيلو في الشهر هي بتوعد. ايوه بكده. ايوه طبعا في بصحه بصحه وبطريقه امنه امنه مرخصه بدون اي اثار جانبيه. انا بتحدى حد يجي يكلمني شخصيا وتابع معايا شخصيا عنده عرض ظهر. مفيش الحمد لله. الحمد لله ده شكر من عند ربنا. مفيش حد بيتعب. واوزان كبيره مش 7 8 كيلو تعملهم لوحدك. 50 و60 و80 و110 كيلو. يعني احنا بنتكلم واحنا عندنا حالات وحالات عايشه وسط اسر وشوارع. يعني مفيش كذب. الكلام اللي بنقوله مصداقيته 100%. ما اقول 40 كيلو نزول ده حصل. وليه ام واب وعيله و50 و60 و110 استاذه ريهام والناس دي ليها اسر وعارفيني شخصيا. ما هم مش مصدقين الحالات اللي بتطلع معانا دي. ما ينفعش تبقى بتكذب ولا بتعمل لان عندها حواليها جيرانها وعائلتها وبتاع. هيطلع في التلفزيون لك ده كذاب, ده ولا كان تخين ولا حاجه مثلا ولا ما خسش ولا ما عملش. الناس كلها بتيجي وقرايبها خاسين معاهم او شارع اهل جرين. او الشارع بجد فعلا من كتر ما بيستغربوا ازاي عملوا كده فعلا.
عايزه اقول لك ان انت خليتي الناس تاكل فسيخ 16 صوره. انا بعت لك صوره واحده, انا بعت لك صوره واحده وقلت عشان ما بقاش هتعمل لي بلوك. يعني انا عايزه اقول هتعمل لي بلوك والله. انا بطلع كل حلقه صورتولي الفسيخ, انا ما بعتوش غير صوره واحده. بشتغل معاهم دلوقتي, شوفي سبحان الله بنشتغل مع بعض دلوقتي بقالنا سنه وست شهور. يعني من سبتمبر اللي ياكل فسيخ صوروا السفره ويبعتوها لي, مش مرضتش غلس عليه. بنشتغل مع بعض بقالنا سنه وثمان شهور. انا كل حلقه اطلع اقول كلموا الفريق الطبي. في ناس بتكلم في ناس ما بتكلمش, لكن لما بطلع بفسيخ كل الناس تاكل فسيخ, لما بطلع بشوكولاته كل الناس تاكل شوكولاته. يعني انتوا في السلب لزاز قوي. طب يا جماعه انا بقول اهو يا جماعه كلموا الفريق الطبي, لان احنا لسه في شهر خمسة بالظبط, لسه في نص خمسة, لسه ما دخلناش في الغميق. احنا لغايه اول شهر 8 احنا تمام. على فكره عندك فرصه ان اول 8 تبقى صخ سليم. ايوه موديل طبعا بالظبط. اديني فرصه شهر, اعمل كامبينج لينا, اعمل معسكر معانا كانك بتذاكر لابنك نهايه اخر سنه. شهر اربع اسابيع واتفرج على النتيجه. انا عندي المان بيقولوا 1+3=2, كل العلوم بتقول حاجه بلس حاجه هتجيب نتيجه, حاجه مرخصه امنه صادقه بتجيب نتيجه بدون اعراض بدون مشاكل. دكاتره بجد معاك, مصدر موثوق منه انت خدت منه النمره دي, مهمه جدا, نتيجه حتميه. والحاجه الثانيه كمان ان فعلا فعلا الواحد لما بيبقى مليان في الصيف بتبقى حاجه مؤلمه, مؤلمه جدا للناس, لان الحر مع الناس اللي عندها ضغط, مع الناس اللي عندها سكر, كل الازمات اللي تحصل من في الصيف بالذات, من اول الجلد لحد المناعه الداخليه لحد امراض القلب والشرايين, انت لوحدك انت مش تبقى مبسوط. سيبك انت شكلك ده يخصك واللي مش عاجبه مش مهم, لكن انت مش تبقى مبسوط. انا عايزاك انت تبقى مبسوط. يعني انا متاكده انك لو كلمت الفريق الطبي وخسيت الشهر ده, هتيجي على شهر 7 او شهر تلبس بقى اللي انت عايزه, تتحرك بطلاقه, تعمل اللي انت عايزه, تصيف وانت مبسوط, تاخد اجازه وانت مبسوط, تنزل تشتري لبس صيفي حلو جديد. ايوه انا لما كنت مليانه كان الصيف بالنسبه لي مأساة. طبعا مأساة, مفيش ولا جاكيته إيه؟ ولا شال ولا اي حاجه. انا مش فاكره كنت بلبس ايه, بس متهيالي كانت كلها تريننجات, تيشيرتات واسعه من بره عشان ما يبانش بقى الالوان الفاتحه مؤذيه, فعلا بتبين كل حاجه. مش عارفه انتوا يعني, انا مش بقول للناس, انا بقولش بس انا كان كل التخن في رجليا, فيعني فكنت بحاول بعرف اداري. لكن انت النهارده لسه يعني كلت شوكولاته, كلت فسيخ والناس بتحسب ان انت لسه ما عملتيش. هي فرقه كفايه بقى. لا هياكلوا ايه؟ لا كلت كتير, كلت كتير بصراحه, واحترم نفسي. وهتشوفوها بقى ايه يعني, ان شاء الله ان شاء الله قريب جدا هبقى 58. هتشوفي خير. انا عايزه اقول لك, وانت هتعملي رجيم؟ انا بعمل والله رجيم, انا بعمل, بس انا بس العيد بس انا عملت زي الناس, هم خدوا فري في فرقعت خدوا فري في رمضان والعيد, وانا خدت معاهم. مش في ده فير, ده عدل والله. ايه المشكله؟ فسيخ وكحك, الكيف فسيخ وكحك, وكل ما تطلعي تاكلي فسيخ انا باكل معاكي فسيخ في السر, ما حدش يعرف. بس انا عايزه اقول لك ان انا يعني لو هتعملي لي انا تحدي معاهم في الشهر ده, هنزلك 17 كيلو قدام الناس اهو, بروميس. المره الجايه انا هجري لكم دكتوره صافي حاليا, انا هنزل قدامكم عشان اوريكم الرياضه, هنبتدي نعمل رياضه مع بعض.